تحية صباحية جميلة حيكون بها أحبتنا ومشاهدينا في كل مكان وكل من يتابع برنامج يوم جديد بكل تفاصيله ومواضيعه وفقراته المتنوعة، بالإضافة إلى ضيوف البرنامج. كل هذا خلال 3 ساعات، من الساعة 9 على الساعة 12 من منتصف النهار. وأكيد لكل من حاب يشارك ويانا أو يتصل أو حتى يتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، تويتر واليوتيوب، بالإضافة إلى أرقامنا اللي تظهر أسفل الشاشة بين الحين والآخر. ومثل ما عودناكم في كل صباح من برنامج يوم جديد هناك عناوين، خلونا نشاهد. الرياضة الصباحية مع شمم وفقرة فتنس. استعدادات الجامعة العراقية لأداء الطلبة للامتحانات. ونشاهد مهرجان فني لمعهد الفنون الجميلة في ذي قار. وجلسة تصوير على هامش مهرجان كان السينمائي. وأيضا نشاهد عرض أزياء للجاكيتات الرجالية في ميلانو. وتلتقي كاميرا يوم جديد في بيروت مع الممثلة اللبنانية ريتا حايك. وفي فقرة تش نتعرف على البوتوكس واستخداماته. كل هذه المواضيع مشاهدينا بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة لحركة الطائرات وبغداد هذا الصباح وكتبت بغداد وأحوال الطقس، وبالإضافة إلى فقرات وتقارير متنوعة. أما الآن أترككم مع هذه الجولة القصيرة نتعرف بها على درجات الحرارة في مختلف العواصم العربية والعالمية، وأيضا درجات الحرارة المسجلة في المحافظات العراقية.
على مشاهدينا أحوال الطقس ودرجات الحرارة المسجلة لهذا اليوم في مختلف العواصم العربية والعالمية. أما الآن أترككم مع فقرة بغداد هذا الصباح لنشاهد شوارع بغداد الحبيبة. ينضم معنا عبر الهاتف العميد عمار الخياط من إعلام المرور العامة. صباح الخير سيادة العميد. صباح الخيرات حبيبي. صباح الخير على جميع المشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم. حياك الله. بداية حابين نعرف أو تطلعنا على طبيعة حركة السير في شوارع بغداد الحبيبة، وأيضا هل طبق نظام الزوجي والفردي للمركبات؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. احنا من يوم أمس يعني عملنا أنه تعليق، يعني الكثير بيتصل لحد الآن على إلغاء الاستثناء، هي لم يتم إلغاءها، هي تم تعليقها فقط لحين انتهاء مراسيم الزيارة. اليوم يعني أكيد راح يكون تشدد على موضوع الفردي والزوجي وعلى المحكمات ومحاسبة المخالفين لهذا التوجيه. نعم. لكن نجي إلى حركة السير والمرور في بغداد. مثل ما تعلم إنه أيام الزيارة قربت. القطاعات لحد الآن. نعم هناك خطة مثل ما ذكر الأخ ناطق رسمي بعمليات بغداد الزر الداخلية. انه قد تكون هناك قطوعات وهذه معروفه سنويا، لكن لحد الان القطوعات اللي في نيتهم اذا كان هناك مكتب الزائرين لم يقطع اي طريق باستثناء مداخل مدينه الكاظميه، يعني هذا اكيد قبل فتره يجب ان تقطع تهيئه الزائرين، ولذلك المناطق القريبه منها عدن صنعاء قرب دائره الصحه العطيفيه هذه كلها تشهد كثافه حاليا مع وجود هذا القطع اللي يستمر بحين انتهاء مراسم الزياره. ايضا الشارع اللي كنا نعممه من قبل الانتخابات مغلق من معرض بغداد، واحنا عممناه من يوم امس وسائل الاعلام باتجاه ساحه النسور الطريق تنفتح تصبح حائط امام سير المركبات. ولذلك احنا الحركه نقدر نقول نعم هناك زخم، لكن الحركه نقدر كمعوقات ما عدا معوقات، لكن الزخم موجود ما عدا تطبيق المفارج الامنيه على المركبات ضمن السيطرات.
جانب الكف نقدر نقول لا بأس باستثناء المنطقة العامة مثل زحم والقطاعات الموجودة في مدينة الكاظمية. نعبر إلى جانب الرصافة، جانب الرصافة يعني جسر الجاذرية الزخم لحد الآن في جهة قطع الجاذرية. طريق جسر الدورة يعني من الصباح الباكر كان الزخم واصل تقريبا إلى جسر المحاربين باتجاه معسكر رشيد، يعني نزول تقاطع المعسكر. أيضا من بغداد جديدة وتأثرت حركة السير بشكل مباشر، كان هناك خطأ يعني ولا زال ضرب مع التكنولوجيا بالزعفرانية مع وجود يعني قطعات بسيطة مع حركة الزائرين سببت لنا كثافة وتقاطع في حركة السير أدى إلى وقوفه. تم حل هاي المشكلة لكن الزخم موجود. العنكبوت يعني السير قادم من محمد القاسم يصعب صعودة باتجاه جسر الدورة بسبب تأثر تقاطع المعسكر بالزخم الموجود. تأثر جسر الدورة من بغداد جنية باتجاه المعسكر بهذا الزخم اللي موجود وموجود لا زال لحد الآن هذا الزخم. باقي مناطق بغداد يعني ضمن منطقة الشعب الحالة مسيطرة عليها حركة السير اعتيادية، لكن احنا مهيئين حسب حركة الزوار في أي وقت يقطع من قبل القوات الأمنية حماية للزائرين. أكيد احنا متهيئين وخطة في هذا المجال. سنتر بغداد الكثافة الاعتيادية اللي موجودة ضمن سنتر بغداد نقدر نقول موقف صحيح. مداخل بغداد يعني من دخول مركبات الحمل هذا عملناه من اول امس الى بغداد باستخدام مثل ما ذكر الاخ الناطق الرسمي وزاره الداخليه وعمليات بغداد انه 14 طمادون، لان هذه تدخل التبادل التجاري في السيطره 75 الساحه القريبه منها والساحه مسيطره ابو غريب، لذلك نقل الحمولات بها ودخولها الى داخل بغداد. هذا في ما يخص الموقف لهذا اليوم. القطاعات مثل ما ذكرت لك لحد الان فقط هذه قد ترشح بعض القطاعات وبعض الشوارع للقطع مع حركة الزائرين وواقع الحال على الارض. انا شاكر لكم وسعد صدركم المجال اللي تتوسع لك اي سؤال عن حاله. سياده العميد بس سؤال او ممكن انه استفهام، هل انه سيارات النقل او المركبات الكبيره ممكن تدخل بغداد؟ يعني بس هذا نريد نركز على هذا الموضوع. الاوقات اللي تدخل بيها. للأسف فقدنا الاتصال ويا العميد عمار الخياط من إعلام المرور العام. شكرا جزيلا لك ولانضمامك لنا واطلعنا على طبيعة حركة السير في بغداد. مشاهدينا فقراتنا وفقراتنا الثابتة أكيد وتقارير منوعة، وهذه المرة إلى فقرة حركة الطائرات لنتعرف على طبيعة حركة الطائرات المغادرة والقادمة إلى مطار بغداد الدولي. الآن مشاهدينا وصلنا إلى فقرة الرياضة الصباحية فتنس مع شمل، خلنا نشاهد.
صباح الخير. حلقتنا اليوم رح تكون كلها ستيب، رح نحرق فات كثير. يلا نبلش بحماس صبايا، مع بعض مع ايدينا. كمان بعتو. اوكي نبدل حنا ناخذ نفس. رح نبلش على الطرف اليمين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا بعد 10. 2 3 4 5 7 8 9 10. رح نعلي ركبتنا. 1 2 نفس الطرف. 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا ما بنوقف. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رح نحول على تاني طرف، نرجع من الأول. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ما تنسوا تكون آخر وجبة قبل ساعتين من التدريب حتى ما تتضايقوا. 2 3 4. يلا نبدل، بنعلي ركبتنا. 3 4 5 6. يلا بحماس أكتر. 7 8 9 10. يلا كمان 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي رح نعمل الطرفين مع بعض. 1 نرجع على تاني طرف. اوكي كمان مرة تاني طرف. 2 يلا 3 4 5. يلا كمان 5 ما بنوقف. 5 4 3 آخر مرتين مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نرتاح شوي.
اوكي رح نبلش مع بعض، رح نثني ركبتنا، ننزل مع بعض 2 1. بدلها ثاني طرف مع بعض، نثني رجل يمين 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا كمان 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي رح نعمل نفس التمرين على الطرفين مع بعض، منعلي نتني رجل يسار ثاني طرف، اوكي يمين8. يلا بعد 2 اخر واحدة 1. كأني عم نقعد عود على شي كرسي، منغير رقم لينا منوقف 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي رح نوسع شوي، رح نعمل دبل، ننزل لتحت دبل طلوع على تاني طرف، اوكي كمان مرة، اوكي هلا بس دبل اند دبل مع بعض 4 8 9 10. اوكي نرجع لحالنا كمان مرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دبل دبل لكل طرف مع بعض دبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد 2 more. اوكي برافو صبايا، اوكي ناخد نفس مارش محلنا، نرتاح شوي، نبرم ستيب رح نبلش، رح نعلي ركبة اليسار
نزلة تحت، نرجع منعليها مرة تانية، مننط على تاني طرف، منبلدل يمين تحت يمين تحت، ومنبدل كمان مرة، نبدل تاني طرف بحماس أكتر. يلا فور ثري تو، واخر مرة مثل الطرف، اوكي اطلع ستيب، موسع شوي جرينا لورا، 2 3 4 5 6 7 8 9 10، منعلي منشد فوق قد ما فينا، منشد عضلات مؤخرة، بنرجع عود لورا 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اوكي 10 تحت كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اوكي كمان مرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اوكي رح نخلي رجلنا اليمين لورا، رح نتنيها نطلع فيها لفوق قد ما فينا مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، راح نخليها تحت متنية 2 ظهرنا جالس 3 4 5 6 7 8 9 10، نفردها راح نتنية ونفردها 2 3 4 5 6 7 8 9 10، راح ننزل كعبنا على الأرض، شد ظهرنا، اوكي راح نبدل ثاني طرف، راح نتني ونطلع طلوع 2 3 4 5 6 7 8 9 10، نتنية تحت 2 3، زاوية قائمة، نحاول ركبتنا ما تكون أبعد من كعبنا 9 and 10، اوكي رح نفرد ركبتنا من ورا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، رح نزل كعبنا على الأرض ستريتشي، ننسى نتنفس، اوكي مع بعض ستريتشينج على ستيب قد ما فينا، نلقط مش تجرنا ونشد، نشد لفوق قد ما فينا، نحس ستريتشينج بعضلات خاتنا، اوكي ثاني طرف ننزل لتحت، نشد اوكي
نعمل ستريتشنج لعضلات فخذنا الأمامية قد ما فينا، منشد لو اوكي ونبدل. ناخذ نفس كمان مرة. برافو. مستمرين معكم مشاهدينا في تكملة فقراتنا المتنوعة، هذه المرة إلى فقرة كتبت بغداد لتعرف على آخر الأخبار في صحفنا اليومية العراقية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية مع الزميلة رند. صباح الخير رند. صباح الخير علي، صباح الخير مشاهدينا الكرام، وهذه جولة لما كتبت به الصحف لهذا اليوم. ونبدأ من صحيفة الصباح ونقرأ في صفحتها الأولى: القانون يتصدر القوائم ب 95 مقعدا. احتلت القوائم الانتخابية لائتلاف دولة القانون والتيار الصدري والمواطن المراكز الثلاثة الأولى في نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنت عنها يوم أمس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي أكدت خلاله إلغاء نتائج نحو 300 محطة انتخابية وإحالة الآلاف من موظفي الاقتراع إلى القضاء لمحاولتهم التلاعب بنتائج الانتخابات، ولم تمضي سوى سويعات قليلة على إعلان النتائج حتى دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق ينامي المرشحين ومؤيديهم إلى الحفاظ على السلمية والديمقراطية التي تمخضت عنها الانتخابات، في حين هنأت الولايات المتحدة الأمريكية الشعب العراقي لمناسبة إعلان النتائج. وعلى الرغم من تحقيق ائتلاف دولة القانون النسبة الأعلى من المقاعد البرلمانية، إلا أن رئيس الوزراء نور المالكي أعلن خلال مؤتمر صحفي عقب إعلان النتائج استعداده لمد يده للجميع، فيما أكد أن مطالب الكرد وبقية الكتل ستكون مستجابة في حال وافقت الدستور. وعد رئيس مجلس المفوضين سيرباست مصطفى في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المفوضية أمس لإعلان النتائج الانتخابات وحضرته الصباح أن الشعب مضى قدما لإرساء مبادئ الديمقراطية والحرية بعد أن بذل الغالي والنفيس في تحقيق القيم العليا التي تمثلت في اختيار ممثليه في السلطة الشرعية المنتخبة. وأظهرت النتائج الانتخابية التي أعلنتها المفوضية احتلال قوى ائتلاف دولة القانون المرتبة الأولى بحصوله على 95 مقعدا نيابيا في عموم البلاد، فيما حصلت قوام التيار الصدري على 34 مقعدا وائتلاف المواطن 31 مقعدا، أما ائتلاف متحدون للإصلاح فقد حصل على 23 مقعدا، وحصل ائتلاف الوطني على 21 مقعدا وائتلاف العربية على 10 مقاعد، وحصلت كتلة التغيير على 9 مقاعد والحزب الديمقراطي الكردستاني على 23 مقعدا والاتحاد الوطني الكردستاني على 19 مقعدا. ومن الصباح ننتقل إلى صحيفة الزمان ونقرأ بها أعلن نتائج انتخابات البرلمان الجديد المالكي وعلاوي والنجيف والفتلاوي في أعلى هرم الاقتراع، بدء الجهاد الأكبر خدمة للمواطنين. بإعلان نتائج الانتخابات ينهي المرشحون كتلهم جهادهم الأصغر ويشرعون بالجهاد الأكبر من خلال العمل لخدمة المواطنين بعد انتظار التوقعات المتضاربة بين الكتل. فقد اكتسح ائتلاف دولة القانون النتائج ب 95 مقعدا لتأتي بعده في المرتبة الثانية القوائم الصدرية ب 32 مقعدا، ثم ائتلاف المواطن ب 26 مقعدا، ومن بعدها ائتلاف متحدون ب 23 مقعدا.
وطبقا للنتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية أمس، جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس ب 21 مقعدا، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني ب 19 مقعدا، يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني ب 19 مقعدا أيضا. ونقرأ في الزمان أيضا وفي صفحتها الأولى: محكمة الجنايات تدين مسؤولين رافعين إرهابيين من الدفاع أو هاربين من الدفاع عفوا. أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالسجن لمدة 7 سنوات على مسؤولين كبيرين سابقين في وزارة الدفاع لتورطهما بالأضرار أو بالإضرار بالمال العام. وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقته الزمان أمس أن المحكمة وجدت من خلال وقاع القضية المحالة لها من قاضي تحقيق النزاهة أن المدانين أحدهما كان يشغل منصب نائب الأمين العام والآخر المدير العام السابق لدائرة الموازنة في الوزارة، مدانين بجريمة تعمد الأضرار بالموال أو بالمال الدولة. ودلت التفاصيل القضية بحسب البيان إلى أن تعمد الحق الضرر نجم عن العقد المبرم ما بين وزارة الدفاع وشركة عراق للتقنيات لتجهيز الطرف الأول بمنظومة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية لصالح مركز السيطرة فيه، وحددت قيمة الضرر بمبلغ 11,823,000 دولار. وخلصت المحكمة من خلال الأدلة المتوفرة وأقوال الممثل القانوني للوزارة ومحضر اللجنة التحقيقية المشكلة فيها وهروب المدانين إلى أنهما ارتكبا جرما تنطبق عليه أحكام المادة 340 عقوبات، فقررت إدانتهما والحكم عليهما. وأشار البيان إلى أن المحكمة قررت حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدانين وأصدار أوامر القبض والتحري بحقهما بغية محاكمتهما وجها وأعطاء الحق للجهة المتضررة بمطالبة التعويض. وننتقل إلى المدى ونقرأ في صفحتها الأولى: مجلس بغداد سنعجز عن الأنفاق لو دمجت موازنة 2014-2015. أكد مجلس محافظة بغداد أمس أن دمج موازنتي العامين الحالي والمقبل سينعكس سلبا على واقع المشاريع في العاصمة، وفيما بين أن الحكومة المحلية تحتاج إلى تخصيصات مالية منفردة لإنشاء المشاريع، لافتا إلى أن هناك مشاكل قانونية ستواجه مجالس المحافظات في حال تم دمج الموازنتين. وقال نائب رئيس المجلس فلاح القيسي في حديث إلى المدى أن سعي مجلس النواب إلى دمج موازنتين العام الحالي والمقبل بسبب الخلاف السياسي سينعكس سلبا على واقع المشاريع في العاصمة، مبينا أن الحكومة المحلية تحتاج إلى تخصيصات مالية منفردة للاستفادة منها في إنشاء المشاريع والنهوض بالواقع الخدمي الذي يحتاج إلى جهود استثنائية خلال الأعوام المقبلة. وأضاف القيسي أن دمج الموازنتين سيربك المشاريع في المحافظة، ولا نعرف كيف سننفذ نفقات موازنة 2015 والمتعلقة بالمشاريع إذا كانت لم تقرر ما تم صرفه في 2014، مشيرا إلى أن بعض المشاريع تنتظر صرف مستحقاتها من موازنة العام 2014، وفي تأخيرها أو دمجها ستكون هنالك نفقات كبيرة لسنتين وليست لسنة واحدة. ونبقى في المدى ونقرأ في صفحتها الأولى: موظفو الدولة مستاؤون لاستقطاع 10% من رواتبهم للتقاعد. انتقد خبراء في مجال الاقتصاد لجوء الحكومة الاتحادية إلى استقطاع 10% من رواتب الموظفين لصالح المتقاعدين، وفيما دعوا مجلس الوزراء إلى زيادة رواتب موظفي الدولة دون بتر أي جزء منها. دفعت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عن قرار الاستقطاع، وأشارت إلى أنه نظام موجود منذ زمن طويل، إلا أن نسبة الاستقطاع كانت في السابق 7% والآن أصبحت 10%.
ويقول الخبير الاقتصادي في حديث للمدى باسم أنتون أن قرار استقطاع 10% من رواتب الموظفين حل غير منصف، لأن رواتب موظفي بعض الدوائر الحكومية شحيحة جدا ودون المستوى المطلوب، وأن الموظفين كانوا يتأملون زيادة رواتبهم بعد السلم الجديد للرواتب وفوجئوا بقرار الاستقطاع هذا. ومن المدى ننتقل إلى صباح الجديد ونقرأ في صفحتها الأولى من عنوان حظر تجوال على الدراجات والعربات في بغداد. أعلنت قيادة عمليات بغداد فرض حظر للتجوال على الدراجات بمختلف أنواعها والعربات المسحوبة أو بدءا من أمس، فيما أكد مصدر في وزارة الداخلية أن القرار جاء استعدادا لزيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام التي ستصادف الأحد المقبل. وقالت قيادة عمليات بغداد في خبر عاجل بثته فضائية العراقية أن القيادة قررت فرض حظر التجوال على الدراجات النارية بمختلف أنواعها والعربات المسحوبة، مبينة أن القرار سينفذ بدءا من اليوم. ولما تحدد قيادة عمليات بغداد مدة انتهاء الحظر، من جانبه قال مصدر في وزارة الداخلية أن عمليات بغداد عممت قرارا بمنع حركة الدراجات النارية بمختلف أنواعها والعربات المسحوبة. والآن مشاهدينا ننتقل إلى أخيرات الصحف ونقرأ فيها من أخبار منوعة، وفي الصباح نقرأ في أخيرتها سلمى حايك تقدم فيلم النبي لخليل جبران بمهرجان كان. خطفت الممثلة والمنتجة المكسيكية من أصل لبناني سلمى حايك الأضواء في مهرجان كان من عرض أجزاء من فيلم النبي المقتبس عن رواية الكاتب اللبناني الراحل جبران خليل جبران، ومع المشاركة في حركة تضامنية مع الفتيات المحتجزات في نيجيريا لدى حركة بوكو حرام الإسلامية المتشددة. وارتقت سلمى حايك سلم المهرجان مرتدية ثوبا طويلا بلون الفوشيا، وأثارت قضية الفتيات المختطفات في نيجيريا حين حملت وهي تلتقط الصور على السجادة الحمراء لافتة كتب عليها أعيد لنا بناتنا، تضامنا مع الحملة الدولية أو المطالبة بالإفراج عن الفتيات. وسبقتها في ذلك في حمل اللافتة صديقتها الممثلة الفرنسية جولي جاييه الصديقة السابقة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. بعد ذلك قدمت سلمى حايك جزءا من فيلم النبي المقتبس عن رواية جبران خليل جبران، وهو فيلم يشارك في إنجازه 10 مخرجين من العالم. وفي أخيرة الزمان نقرأ مشاهدينا دراسة أغنياء بريطانيا بلغوا حدا غير مسبوق في الثراء. قال تقرير سنوي أن أثرياء بريطانيا بلغوا حدا من الثراء لم يبلغوا من قبل، وأن مجموع ثرواتهم بلغ 518.9 مليار استرليني، أي 874 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتوضح قائمة ساندي تايمز مجموع ثرواتهم بنسبة 15.4% مقارنة بإجمالي ثرواتهم في العام الماضي الذي بلغ 449.6 مليار استرليني. وتشمل هذه القائمة رئيس التلفزيون السابق جامي أوليفر ورئيس سلسلة المتاجر الكبرى ستوك تيري، ومن بين الأثرياء دون الثلاثين الذين شملتهم القائمة إيما واتسون نجمة أفلام هاري بوتر. وقال فيليب الذي يعد القائمة منذ عام 1989 لم أرى قط ارتفاعا استثنائيا في الثروة الشخصية مثل نمو ثروات لألف الأكثر ثراء في بريطانيا في العام الماضي. وفي أخيرة المدى نقرأ مشاهدين مايكل جاكسون يعود إلى الحياة. فوجئ الحضور في حفل بولد الموسيقى بظهور النجم الأمريكي الراحل مايكل جاكسون على خشبة المسرح حيث أدى أغنية جديدة، وذلك بفضل الثورة التقنية.
فمن خلال هيئته المصممة بالكمبيوتر أطل الأحد نجم البوب الذي رحل عام 2009 وأدى أغنية سيلف تو ذا ريثم بصحبة فرقة شاركته الرقص على المسرح. وبعد انتهاء الأغنية اختفى جاكسون وسط تصفيق الحضور قبل أن تبدأ فعاليات إعلان جوائز الموسيقى في الحفل الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية. وقبل أيام صدر لملك البوب الراحل ألبوم وهو الثاني لمايكل جاكسون بعد وفاته، وضم 8 أغنيات لم تسوق من قبل وفي أسواق بعض البلدان الأوروبية قبل أن يصدر في بقية بلدان العالم. وننتقل إلى أخيرة الصباح الجديد ونقرأ فيها المهرجان الدولي للعود يحتفي بالموسيقار نصير شمة. أسجل الستار مساء أول من أمس الأحد على فعاليات الدورة 16 للمهرجان الدولي للعود باحتفاء خاص للفنان نصير شمة وعرض قيم للمبدع المغربي الحاج يونس. وأكد منظمو هذه الدورة أن تكريم الفنان العراقي الذي منح بالمناسبة جائزة زرياب بن المهارات لسنة 2014 التي يشرف عليها المجلس الوطني للموسيقى والمجلس الدولي للموسيقى يأتي اعتبارا لمساره الفني اللامع وعمله الإبداعي المتميز، وكذلك تقديرا لقيمة إبداعية واعترافا بعطائه المتميز فضلا عن إسهامه في إغناء الخزانة الموسيقية العربية وأبرز مكونات الموروث الحضاري الأصيل. ومن أبرز إضافات الفنان العراقي الذي أسس سنة 1999 بيت العود العربي في القاهرة إنجازه لآلة العود المثمن وذلك اعتمادا على المخطوط الفارابي عمره 1000 سنة وأشرفه على تكوين العشرات من العازفين الشباب على آلة العود بمختلف الدول العربية يشكلون اليوم خيرة العازفين المتألقين بمختلف المهرجانات العربية والعالمية. وإلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، وهذه انتقال إلى استوديو يوم جديدة. تابعنا مشاهدينا هذه الجولة في الصحف العراقية الصادرة لهذا اليوم وتعرفنا على مجموعة من الأخبار، أما الآن نبقى في مجموعة من التقارير وتقلنا أول يتحدث عن استعدادات الجامعة العراقية لأداء الامتحانات النهائية. خلونا نشاهد. أيام وأيام يقضيها الطلبة في الجد والمثابرة والدراسة إلى أن يصلوا إلى الامتحانات النهائية لتبرز الخبرات والمعرفة التي اكتسبها الطلبة طيلة هذه السنة، وها هم اليوم طلبة الجامعة العراقية بجميع كلياتها وأقسامها يستعدون لإداء الامتحان النهائي للدور الأول بعدما وضعت إدارة الجامعة والقائمين عليها خططا لرسم الطريق الصحيح لإنجاح هذه الامتحانات. دائمة الجامعة العراقية في بداية كل سنة ونهاية كل سنة أن تعمل على الاستعداد والتحضير لجميع مستلزمات أداء الامتحانات النهائية واستقبال الطلبة في بداية العام الدراسي الجديد، ومن ثم بعد ذلك بدأت الجامعة استعداداتها لأداء الطلاب بصورة طيبة وجيدة في مجال الامتحانات النهائية، ووجهت الكليات التابعة لها وجميع تشكيلاتها إلى الاستعداد والتحضير لكل ما هو يصب في مصلحة الطالب وأيضا يجعل من الامتحانات ميسرة وبطريقة سلسة ويؤدي الطالب الامتحانات بأسلوب طيب إن شاء الله. وفي إطار تطوير الجامعة العراقية لتوازي في شهاداتها وملاكاتها الجامعات العالمية الرصينة وبمبادرة من الأستاذ الدكتور إسماعيل محمود مساعد رئيس الجامعة العلمي الذي تم اختياره عضوا في مجلس ضمان الجودة والاعتماد لمدة 3 سنوات في الاتحاد العام للجامعات العربية، وهي الخطوة الأولى لفتح آفاق التطور والتقدم لهذه الجامعة.
في البداية كان التركيز على جانب التدريب الطلاب وتدريب الأساتذة ورفع المستوى العلمي للأساتذة من خلال التدريب، وأيضا الجامعات الأمريكية التدريب في اللغة الإنجليزية خاصة بدأنا، وأيضا استحصال مقاعد لطلابنا اللي الدراسة في الماجستير والدكتورة، فقد يعني وضعنا بين نصب أعيننا مصلحة الطالب الذي يريد أن يبحث عن جامعة لكي يكمل دراسته للماجستير أو الدكتورة، فقد بدأنا باستحصال مقاعد للدراسة لهذا هؤلاء خاصة في مع جامعة سدرن إلينوي يونيفرسيتي، وضعنا في قسم الحاسبات وعلوم الحاسبات وهندسة الحاسبات وأيضا في القانون، فحصلنا على بعض المواقع لطلابنا بحيث لا يتعبوا بأن يجدوا مكان للدراسة فيه. أمنيات ودعوات للطلبة الأعزاء بأن يكملوا الامتحانات بكل سلاسة وسهولة والعبور إلى مراحل متقدمة في دراستهم، والتأكيد على حرص الأساتذة بدعم الطلبة لتخطي هذه الامتحانات بشكل سلس وصحيح من خلال توفير الخدمات اللازمة لهم. لبرنامج يوم جديد، حسين صباح، قناة الرشيد الفضائية. كل التوفيق لطلبتنا الأعزاء وهم يؤدون امتحاناتهم النهائية، وإن شاء الله تكون امتحانات وأجواء طبيعية، بالتالي يكون هناك أداء متميز ونتائج تكون مرضية لذوي وأهل الطلبة الأعزاء. مستمريكم مشاهدينا في تكملة تقاريرنا المنوعة، هذه المرة إلى ذي قار لنشاهد مهرجان معهد الفنون الجميلة هناك، لنتابع. ضمن فعاليات المهرجان السنوي الأول لمعهد الفنون الجميلة في ذي قار، قدم طلبة المعهد أوبريت غنائي تغنوا به بحضارات العراق العريقة على أنغام موسيقية عبرت عن الفن الجنوبي الأصيل. المهرجان شهد حضورا واسعا لشخصيات بارزة في المحافظة ومعنيين في الشأن التربوي والثقافي والفني. معهد الفنون الجميلة يقيم معهد الفنون الجميلة في محافظة ذي قار هذا اليوم مهرجانه التأسيسي الأول لنتاجات الطلبة لهذا العام. اشتمل هذا المهرجان على عرض عروض مسرحية عديدة وكذلك تقديم أناشيد أيضا وعرض فيلم سينمائي. كان هذا المهرجان هو نتاج الطلبة لهذا العام الدراسي. ما يمثله هذا المعهد من ركيزة أساسية وبداية حقيقة بداية لعمل كبير وعملاق في محافظة ذي قار، محافظة الفن والأدب، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هذا معهد إعداد المعلمين حقيقة هذه نواة بسيطة للصرح كبير إن شاء الله سوف يقام في هذه المحافظة. نتمنى أن ينمو ويترعرع وأن يشمل جميع أبناء محافظة ذي قار لكي نستطيع يعني استيعاب الطاقات العلمية والفنية والأدبية في هذا المعهد لكي نستطيع أن نصل إلى أعلى درجات الرقي في محافظة الرقي في مدينتنا وفي محافظتنا. ليس فقط القصائد الشعرية والأناشيد الغنائية والكلمات التي تكلل بها الحفل، بل ظهرت مواهب الطلاب المميزة من خلال عرض فيلم وثائقي تحدث عن تاريخ الحضارات السومرية والأكادية، بالإضافة لعرض مسرحية صامتة حكت الواقع العراقي بكل تفاصيله، عكست إبداع الشاب الجنوبي وموروثه الثقافي والفني من آبائه وأجداده. العمل المسرحي يتحدث عن الواقع العراقي بجميع أطوافه، أي بمعنى الصراع بين الشر والخير والصراع بين العبودية والطغاة وحل ما يحدث في هذا المجتمع بصورة عامة. حقيقة رسالتنا من خلال هذا المهرجان والمعرض أن يكون هو رسالة سلام ومحبة لكل العالم. أوبريت هو عن الوطن، عن العراق يعني، وكذلك اسم المسرحية حكاية وطن. اليد التي خطت قبل آلاف السنين حرفها الأول في سماء هذه المدينة تواصل اليوم حلمها الإنساني عطاء ومحبة، وتعيد رسم الحياة بألوان أبهى. لبرنامج يوم جديد، منى البدري، الناصرية.
فرصة جميلة لإظهار إبداع الفنانين العراقيين خصوصاً الشباب من خلال معهد الفنون الجميلة ومن خلال أيضاً الفعاليات اللي شاهدناها سواء كانت غنائية أو مسرحية أو مختلفة أو في مختلف الفنون التشكيلية. مستمرين وياكم مشاهدينا في تكملة تقاريرنا، هذه المرة استطلاع نشاهد به آراء الناس عن ثقافة التسامح. خلينا نشاهد. تحية طيبة حبة المشاهدين أينما تكونوا. ثقافة التسامح لدى الإنسان اليوم في هذه الأوضاع المهمة جدا، نريد نفعل ثقافة التسامح لأن إحنا محتاجينها بصورة كبيرة جدا. من حسن الأخلاق والتربية الحسنة أنه نسامح من يطلب التسامح من عندنا، وإذا كان الخطأ صدر من عندنا المفروض إحنا نطلب السماح من الشخص الآخر حتى تدور عجلة الحياة نحو الأفضل والأحسن. كل هذه التفاصيل المشاهدين راح ناخذها من المواطن العراقي. خليكم أنا مشاهدين، خلونا نشوف كيف تكون ثقافة التسامح لدى المواطن العراقي. تابعونا مشاهدين. مرحبا. مرحبا. ثقافة التسامح موجودة بحياتكم؟ طبعا عادي. لون يعني؟ يعني نسامح البشر، يعني إذا مثل زوجي إذيني لو جيراني أسامح رأساً. يعني سامحي بسهولة بسرعة سامحي؟ يعني بس أنا إذا زوجي لا مو بساعة لا. يعني العلاقة الزوجية ما في تفاهم، زين أطفالي بناتي؟ لا أطفالي بلي رأساً. زين إذا أنت غلطتي بحقهم هم يسامحون؟ إي سامحوني عادي. خلينا نشوف البنات. مرحبا بنات. إذا أنت أمو تغلطت بحقك راح توافقين تسامحيها؟ حتى لو تغلط عادي أسامحها. سامحيها؟ إي طبعًا. يعني تكون طريقة تسامحك بسهولة، يعني تسامح موجود بشخصي؟ إي أكيد. طيب بس أمك لو أي أحد يغلط بحقك تسامحه؟ أي أحد. والله ماكو أحلى من التسامح. الإنسان إذا يقدر يسامح ويقدر على الموضوع يعني ماكو أحلى من عنده. طيب التسامح موجود بحياتك؟ طبعًا، ما نقدر نعيش إذا ما عندنا تسامح. إذا خطأت فد مرة تطلب السماح لو إنه يشوف إنه الاعتذار إنه يكون يقلل من قيمة؟ إذا كثرت الاعتذار هم يقلل من قيمة الواحد. الإنسان أحسن شيء يعني يحسب خطواته قبل ما يخطئ وقبل ما يطلب السماح. والله التسامح هو شيء ضروري طبعًا عند الناس كلها، فلازم الإنسان يكون متسامح خصوصًا بهذا الوقت مالتنا، مو مال الواحد يشيل بقلبه على الآخ وهاي وإحنا كلش محتاجين هسه بهاي الفترة. طيب هاي ثقافة التسامح موجودة بحياتك؟ والله إيه موجودة، بس يعني ممكن الناس تساهل واحد يسامح لها و تعرف شوف يعني. شوف صديقك مرحبا. أنا سامح. ثقافة التسامح موجودة بحياتك؟ إي نعم كلش هواي بالخصان يعني وهاي مسامح، مو بس مو كل اللي يعني اللي اكو مواقف ما تقدر يعني، بس على الأغلب يعني اكو بعض الاشخاص انه يعني يغلط احد الاشخاص بحقه ويجي يعتذر منه لكن ما يقبل التسامح. برايك شنو هو الاعتراف بالخطا فضيل؟ هو اكيد هذا التسامح يعني هي صفه مطلوبه خصوصا احنا بهذا الزمن وبالعراق اخص، بس هو حسب الخطا يعني اذا واحد اكو اشياء واحد ما يقدر يغفرها ابد، مثل الخيانه مو صعب واحد مثلا يسامح، واكو اشياء لا بسيطه يقدر واحد يسامحها عادي باي وقت ويكمل حياته ويا اي ويا الشخص مثلا كان صديق او اي شيء، بس هو قلت لك يعني يعتمد على الخطا يعني. صفه التسامح موجوده بشخصيتك؟ لا مو كلش يعني حسب قلت لك يعني اذا فت شغله كلش قويه صايره ومثلا صديقتي مثلا سوت بيها فت شغله كلش قويه مثلا لا مستحيل اسامح. مرحبا. اهلا وسهلا. بما انه انتم متزوجين اليوم بدنا نعرف ثقافه التسامح موجوده بحياتكم؟ والله الحمد لله والشكر يعني صير بعض الامور بس نحلها بيناتنا. يعني تسامحون ما بيناتنا؟ اي طبعا اكيد. يعني اذا غلطت بحقك وطلبت منك التسامح راح تقبل نسامحها لو يحتاج الى ايام ووقت؟ لا اكيد، واذا انا كنت غلطان بحقها انا راح اعتذر من عتها وانا صالحها. أي. يعني موجودة ثقافة سامح؟ أكيد. خلينا نشوف الأخت. إذا رجلك إنه غلط بحقك وطلب منك اعتذار راح تسامحي؟ إي طبعًا لازم، لو ما تسامح ما تستمر الحياة الزوجية. طيب بعض الأشخاص أو الشخصيات يقول لك إنه اللي يسامح إنه يحس إن نفسه إنه أكبر من هذا الشخص فيرفض التسامح. لا بالعكس هذا الشيء غلط. يعني خاصة العلاقة الزوجية إذا ماكو تسامح ما راح تستمر. ما تستمر علاقتهم، يعني إذا هو يخطأ وهي ما تسامحه أو هي تخطأ وهو ما يسامح ما تستمر علاقتهم. رأيك ثقافة التسامح موجودة بحياتك؟ أكيد. يعني أحد لا غلط بحقك وجاء اعتذر منك راح أسامحه بسرعة؟ أكيد طبعاً التسامح كلش حلو، وهذا وقتنا لازم يحتاج للتسامح ويحتاج لهوية أشياء، والتسامح كلش طبعاً.
طيب بعض الاشخاص انه اللي يغلط بحقه ما يسامح، يقول لك انا خلاص انه غلط بحقه ما سامح. لا يعني لا اكيد التسامح حلو مطلوب بحياتك، مطلوب لازم يعني شيء اكيد التسامح بهذا البلد لازم، يعني احد يسامح الثانيه و فتشي التسامح كلش حلو. يعني مو اني يقعد فد شخص يغلط بحياتي لا اني ما يعني ما سامحه وكذا، لا خلاص يعني مو كل حياتي. اي لا ما راح هذا، فلازم التسامح حلو، ولازم يعني اي صديق او اي 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 شخص او اي كذا او اي عائله يعني لازم التسامح فد شيء حلو يعني، وما كان التسامح. شكرا جزيلا حبيبي يا مرحبا. اذا مشاهدينا التسامح حلو بالحياه، لان اي احد يغلط بالحياه او يخطا بالحياه يعني موقفة الحياة لازم تستمر. بقوة الحب والتسامح نصنع المعجزات. إذن إحنا في دورنا كمجتمع عراقي لازم نثقف أو نطور من ثقافة التسامح حتى نعيش مجتمع متجانس، مجتمع يكون عبرة إلى كل المجتمعات. شكر موصول إلى كل من شاهدنا وتابعنا، إلى اللقاء. الحب والأمل والتفاؤل لكل من يتابع يوم جديد. هل الابتسامة لغة جميلة؟ ومتى تكون تعبيرا عن السعادة والمتعة؟ ومتى تكون تعبير لا إرادي عن القلق والخوف؟ أسئلة سوف نطرحها على الدكتور محمد عبد الحسن، أستاذ بعلم الاجتماع. صباح الخير. حياكم الله. صباحكم الله بالخير والعافية والابتسامة الدائمة إن شاء الله على وجوهكم وجوه جميع مشاهديكم الأعزاء والأكارم. دكتور محمد، هل الابتسامة هي ردة فعل طبيعي لكل من يشعر بالسعادة؟ والله حقيقة عندما تحدثين عن الابتسامة فالحديث له بداية وليس له نهاية. نعم. يعني أنا في بعض الأحيان أعتبر أن قضية الابتسامة أو فن الابتسامة هو علم بحد ذاته، يفترض أنه يدرس في مجالاتنا الأكاديمية، في معاهدنا، في مدارسنا، في علاقاتنا العامة مع الآخرين. لأنه الآن من حيث الناحية العلمية إحنا حقيقة عندنا لغة الجسد، وهي معروفة القضية. لغة الجسد معروفة منذ آلاف السنين إلى يومنا هذا. تبينت الآن دراسات العلمية أنه إحنا نحكي بجسدنا معدل 55% أكثر من كل بلساننا. إحنا نتصور في بعض الأحيان الإنسان الأخرس هو اللي ما عنده القدرة على أنه ينطق الكلمات، لكن حقيقة الآن الإنسان الأخرس اللي ما عنده قدرة أنه يستعمل جسده في إيصال الرسائل. قضية الابتسامة حقيقة يعني عالم متفرد، وتجدين القدماء يعني منذ القدم اكتشفوا سر الابتسامة وقوة الابتسامة وآثارها الإيجابية على الآخر، في عقد الاتفاقيات، في عقد الصفقات، في إرسال رسائل الحب المتبادلة فيما بين الناس الموجودين. للعلم يعني تجدين حتى في القرآن الكريم، القرآن الكريم هذا الكتاب اللي يتناول القضايا الكونية المهمة، تجدين أنه يشير في سورة، يجعل سورة اسمها سورة النمل، وضمن سورة النمل ينطينا تصور في غاية البداعة أو قصة في غاية البداعة، أنه سليمان سلام الله عليه عندما يدخل وادي النمل فتقول هذه النملة: أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فيتبسم سليمان ضاحكا وبالتالي يمدح يعني يحمد الله وشكره ويسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتمم نعمة علي وعلى والدي. جميل. بالتالي تنطيش هاي الابتسامة تصور وكأنما هي ابتسامة القوي عندما يبتسم للضعيف. هذه رسالة الحب، رسالة الأمان، أنه أنا شلون أتخاطب مع الطرف الآخر، وهاي الابتسامة تعبر عن ذاتي. نعم. إذا كنت أنا شخص مريض، إذا كنت شخص معقد، أو إذا كنت أنا شخص سليم وأحاول أنه أرسل رسائل الحب والقضايا الإيجابية للطرف الآخر. وتجدين أيضاً أنه هذه الابتسامة تعطيك تصور أنه انشراح الصدر، أنه الإنسان عندما يبتسم للآخرين فبالتالي ينشرح صدره، وعندما ينشرح صدره طبعاً أنه هرمون السعادة اللي يسمى الدوبامين أنه ينزل من المخ باتجاه الجسم، والإنسان يشعر بسعادة أكبر. الناس اللي هم حقيقة دائما مبتسمين أو اللي يخلقون الابتسامة، يخلقون الابتسامة، نعم، الذين يخلقون الابتسامة، في بعض الأحيان طبعا بعض الناس يتصور أنه هذا الشخص المبتسم مثل جنابك يعني يتصور في قمة السعادة وإن شاء الله في سعادة دائمة. نعم. لكن هو واقع الحال حقيقة أنه بعض الناس لا، عنده قدرة وإمكانية أنه يجاوز الصعاب ويحاول قدر الإمكان أنه يرسل رسائل إيجابية للآخرين. احنا حقيقة عندنا بالتراث الإسلامي يقول أنه المؤمن بشره في 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 وجهه، أحسنتي، بشر يعني قضية أنه أنت مستبشرة. نعم. بالذات ترسلي رسائل الحب. نعم. للآخرين، التفاؤل، الأمل، وحزنه في قلبه، حتى إذا كان عنده حزن فيبقى في هذا في قلبه. القضية المهمة أنه إحنا عندما نبتسم إلى الآخرين فإحنا جاي نطبق نظرية علمية الآن في غاية التعقيد، وهي أنه النبوءة
وتحقيق النبوة. نعم. يعني عندما أبتسم في وجهك مثلا قد يكون شخص يعني داخل إلى المستشفى مثلا وده يروح يشوف مريض، بدل ما راح يقول له وجهك صاير أصفر ومتغير ويبكي لدمعتين ثلاثة، نعم، بإمكان أنه يبتسم، وإذا ابتسم راح ينطي شعور بأنه هو بالإمكان يشافى. نعم. وهذا حقيقة العقل يستقبلها كما تستقبل الرادارات الموجات أو القضايا الأخرى اللاسلكية. نعم. ويحاول يتجاوب معها. فبالتالي الأم حقيقة عندما تبتسم في وجه ابنها راح تعطي شعور بالأمن، تعطي سعادة، والابن في بعض الأحيان أيضا يبادي الأمة أو يبادي الناس المحيطين بالابتسام. فخلي قدر الإمكان إحنا إذا نريد نشعر بحالة أفضل، يعني إحنا عندنا بالأمثال العامية مالتنا نقول إذا جارك بخير أنت بخير، إذا الناس المحيطين بك بخير أنت بخير. أنت عندما تنطلق من الصبح بسيارتك مثلاً، تخرج من بيتك وأنت مبتسم، هاي الابتسامة حقيقة راح تنشرها للآخرين، وبالتالي يصير عندك عدوى الابتسامة. إذن هي طاقة إيجابية أيضاً. طاقة جداً إيجابية. تبثها لنفسك أولاً وللمحيطين بك ثانياً، وبالتالي أنه راح تقدر تتعدى وتتخطى مراحل يمكن كثيرة إنه إحنا نعيشها هي غير متفائلة، يمكن كثير من الناس متشائمين أيضاً وقلقين. المجتمع العراقي من المجتمعات اللي ركزوا عليه كثير من فلسفة التاريخ، يعني هو مجتمع حزين دائماً ويميل إلى الشجن أوكي والحزن. قالوا حزين وما يخالب، بس قالوا أن المجتمع العراقي عنده القدرة أن يطبق النظرية للاستجابة والتحدي، يعني مثل العنقاء كل ما يذبون عليها نار كل ما تخرج بصورة أقوى وأجمل. شلون جت هذه النظرية؟ هذه القضية المهمة، إحنا عندنا بالعامية نقول اللي يطلع من الحصبة ويجد اللي تخاف عليه. فبالتالي مجتمع دخل حروب ودخل أزمات ودخل حصارات اقتصادية، وشوفنا الحمد لله دي يتزوج ودي يسوي علاقات ويفرح يعني قدر الإمكان، ويسوي حفلات عيد الميلاد ويخرج إلى عملية يومية، ما مخلي قضية اليأس أمامه. في حين تجدين مثل بعض المجتمعات الإنسانية عايشين في قمة الرفاهية وفي قمة الخير، لكن هم غير مبتسمين. لكن تجدين أنه مثلا أنه لازم شهرين يروح الطبيب نفساني حتى يفرغ الهموم اللي عنده. احنا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى تجدين مواطننا على رغم الظروف هذه ما يراجع دكتور نفساني، لكن عنده القدرة والإمكانية أنه يكون مساند للآخرين، يحاول أنه قدر الإمكان يفرح مع الآخرين. ولذلك تجدين قضية جدا ملفتة للنظر، احنا العراقيين قدر الإمكان نقتنص الفرحة في بعض الأحيان، يعني يزوجون اثنين عندنا وشوفين المنطقة والدنيا كلها يعني فرحانة وياهم، كل الأهل والناس فرحانين أيضا وياهم. طيب دكتور، الابتسامة هل هي تعبير أيضا لا إرادي عن القلق؟ الابتسامة بها أنواع وأشكال وألوان مختلفة. ما هي هاي الأنواع وما هي يعني شوفوا جنابك الكريم، إحنا قبل كنا مثلا نعرف أنه خير طريقة للوصول إلى قلب الرجل أو للتفاهم مع الرجل بالذات المرأة، يعني المرأة باعتبار هي سلاح المرأة القاتل، يعني خير وسيلة أنه هي من خلال الابتسامة. بس الابتسامة الآن بها عدة أنواع، يعني الابتسامة مثلا اللي تنم على حالة السعادة وحالة الارتياح، تكون زوايا الفم مرتفعة للأعلى وتكون العيون أيضا متفخة وتحسين أكو شد بالوجنات مال الوجه. لكن بعض الابتسامة مثل الابتسامة اللي الإنسان يجبر نفسه عليها تلاحظين هاي العلامات تقريبا تختفي. بعض الأحيان تكون هناك ابتسامة مثلا بها نوع من اليأس أو بها نوع من الحزن تستمر فترة أطول لكن تحسين بها يعني باهتة نوعا ما. أكو الابتسامة اللي بها قوة بها انفعال بها أكثر، تشوفين أنه حتى الأسنان العليا والسفلى راح تظهر اثنيناتهم. طبعا هاي الابتسامة في غالب الأحيان أنه تسبق الضحكة أنه القوية، يعني كأنها بهد موقف جدا مفرح. بعض الأحيان الابتسامة تكون بس مجرد تخرج الأسنان عند الإنسان. قبل كنا احنا شنو نقول اكو ثلاث انواع من الابتسامة، الابتسامة الصفراء اللي تعبر عن خبث يعني او لؤم، والابتسامة البيضاء اللي تعبر عن الحب او المودة فيما بين الناس الآخرين، والابتسامة لربما للمجاملة او للمجاملة ايضا تشتغل هالقضية هذه. طبعا للعلم احنا حتى اذا نبتسم للمجاملة ايضا هي قضية جدا ايجابية، بس الان العلماء المختصين يقولون لا اكو 18 نوع من الابتسامة. واو. وبالتالي فعلا من اهمها دكتور والله الان جنابك الكريم، يعني حقيقة المعلومات جت تدخل عندي. واذا اريد نتحدث عن انواع الابتسامات هذه ال 18 تجدين كل واحدة بها ميزات وبها علامات فارقة وتمثل حالة نفسية وحالة شعورية، وربما هذا الابتسامة تنطلق في موقف اجتماعي معين او حتى موقف اقتصادي معين. ولذلك مثلا الصينيين تجدينهم سابقا كان عندهم طريقة للمعرفة انه هذا الشخص غشاش مثلا لو مو غشاش، او عندما يتعامل معه يشوف انه راح يصل مثلا بالسعر، يتفاوضون بالسعر يشوف انه هذا السعر مقبول او مقبول، يعني يقول له مثلا السعر 100 دولار ويقول له لا 75 دولار، يباوع بوجهه. اذا شاف اكو ابتسامه ترسم خفيفه او شاف انه اكو توسع بؤبؤ العين اكو مقبوليه، يعني ابقى مصر على هذا السعر حتى انه البضاعه راح تاخذها بهالسعر هذا. القصد من يمه حقيقه
انه هو عالم بحد ذاته، واحنا كل ما ندخل ونغور في اعماقه راح نجد هناك كثير من المفردات الجميله او كثير من الاسرار اللي احنا قبل ما نكتشف فيها سابقا. طيب، بعض الفسيولوجيين يعتبرون الابتسامه هي اجمل لغه في الحياه، وهي شعور نفسي نابع من الطمانينه والراحه النفسيه. هذا اللي احنا قلنا عليها، الابتسامه اللي تعبر عن حاله السعاده، عن حاله الارتياح، حالة الاسترخاء، الإنسان يكون بفعلا تنبح هذه الابتسامة من أعماقه. ولذلك تجين في بعض الأحيان يقول لك فلان وجهه ده يضحك، الوجه هو حقيقة ما ده يضحك، لكن شنو قضية الابتسامة اللي نابع من الأعماق تجعل للعلم الابتسامة حقيقة الإنسان يبتسم من أعماقه، الشعر أولا بالارتياح، أنه نسبة كبيرة من الأكسجين تصل إلى المخ، الدورة الدموية راح تصير بانسيابية أو تصير بانسيابية، الإنسان يصير عنده ثقة أكبر للتعامل مع الآخر ومواجهة الآخر. فضلا عن ذلك أنت راح تنطي رسائل جدا إيجابية للآخر أنه يتعامل معك أو يتفاعل معك. طيب، الحال مع الناس اللي هم متعودين أنه لا يبتسمون مثلا، أو يتعرضون إلى ضغوط، أو يتعرضون إلى مواضيع وحياة صعبة وظروف قاسية، شلون يمكن يسأل من يتابعنا الآن يقول أنه أني صعب أنه أني أبتسم، شلون أبتسم وأني عندي مثلا مهموم لا سامح الله، أو عندي شخص أنه فقدته بحياتي أو إلى آخره. تعرف أنت ظروف الحياة وخصوصا بالمجتمع العراقي إيش قد ضاغطة وإيش قد مؤذية للنفس، فبالتالي شلون راح يبتسم، من أين يبدأ؟ أحسنتي، أكو قضية جدا مهمة. بعض الناس يقول لك أنه أنا مثلا شوفوا يقول لك أنا متدين وكذا وهذه ما أعرف مثل يقبية، بس حقيقة إذا ترجعين لتاريخنا الإسلامي تجدين الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كان في دائم الابتسامة، بحيث أنه كان يستقبل الناس، يودع الناس بحالة ابتسامة، والابتسامة لم تكن متكلفة، بل في بعض الأحيان يعني إحدى الروايات أنه جاء شخص حتى يقتل الرسول، فالرسول علم بنيته فسأله قال يا فلان، وكان ابتسامة جدا عرضة، يا فلان ما هي نيتك؟ قال يا رسول الله كنت أسبح الله، أو قال لأنه كنت شو فكر بنفسك؟ قال لك كنت أسبح الله. فالرسول ابتسم ابتسامة عريضة معها ضحكة خفيفة جميلة، ووضع إيده على قلبه فيقول أنه شعرت بحالة الراحة، بحالة الإيجابية المطلقة، وصار عند الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه. بالتالي أنه إحنا حقيقة دين حب، دين الرسائل الإيجابية، دين السلام. أحسنتي، فبالتالي قضية الابتسامة أنه ترسلين كل هذه الرسائل الإيجابية. لكن المشكلة وين؟ أنه إحنا في بعض الأحيان قد يكون فهمنا خاطئ للدين، وبعض الأحيان إحنا متأثرين ثقافتنا الاجتماعية. يعني ثقافتنا الاجتماعية أنه قدر الإمكان أنه الرجل مثلا حتى يكون رجل وكيس وما لمنصب يفترض ما يبتسم مثلا، يفترض أنه ما يضحك هذه الضحكة الجيدة مثلا حتى يتعامل بها مع الآخرين. لكن القضية وين البداية؟ البداية أنه عندما نضع حد معين، يعني أنظر في المرآة، والبارحة حقيقة شفت أحد الأشخاص وهو شاب جميل ولطيف وأول كلية، المشكلة على الصفحة ما تدى ينشر كل كآب وكل حزن وقصائد كلها فراق وعذاب. فقلت له إنه بس مجرد أنظر بالمرآة وشوف شكلك شنو الموجود بي، حب نفسك، إنه أحسنتي أنت حقيقة، إنه أنت عندما تعبسين مثلا أو عندما تكوني هكذا جامدة أنت تتعبين عضلات الوجه كلها بصورة عامة، لأنه يراد لك جهد حتى تضبطين هذه القضية ويبدو هذا كأنما أنت لابسة قناع. لكن عندما تبتسمين أنت حقيقة كل العضلات راح تريحيها وما راح تصرفين طاقة، فضلا عن ذلك أنت تظهرين مكامل الجمال الموجودة في شخصيتك أو موجودة في شكلك. إذن القضية أنه أنا حقيقة إذا أردت أظهر بمظهر جميل، والله سبحانه وتعالى يحب الجمال والناس كذلك تعشق الجمال، إذا أردت أنه أظهر بمظهر جميل أمام الآخرين فقدر الإمكان دعني أرسم هذه الابتسامة على وجهي. إذن هي الابتسامة أيضا تقلل من علامات الشيخوخة، تقلل من الضغوط النفسية. أحسنت. وأيضا تدل على الإنسان الجيد المتفائل السموح الودود، وأيضا هي تصل لي قلوب الناس. أحسنت. هي عندما تكون النابعة من القلب تصل إلى قلوب الناس. طيب، هل تخف الابتسامة من التوترات العصبية وحالات القلق والخوف وإلى آخره؟ أحسنتي، يعني الآن مثلا عندنا كثير من الأمراض الموجودة سواء كانت نفسية اجتماعية ثقافية في بعض الأحيان، وهذه الأمراض بحاجة إلى علاج. وطبعا احنا دائما نقول انه نصف فهم المشكله هو نصف العلاج، يعني أكيد. اذا الانسان فهم مشكلته شنو هي بالتالي راح يكون نصف الاخر سهل او هين. بعض الناس مثل ما ذكرت جنابك بسؤالك السابق انه بعض الناس قد يكون عنده شخص متوفي او شخص عزيز عليه فقده، او يكون دخل علاقه مثلا والعلاقه هذه تفركشت فشلت مثلا، فبالتالي هو يريد يوصل للاخرين انه هو حزين. انت بدل ما توصل لرسالة الاخر انه انت حزين مثلا وتستحق الشفقة ويفترض أن الآخرين يتصدقون عليك وتستجي صدقتهم، لا، أنت بالعكس أظهر القوة، أظهر الجمال، أظهر التفاؤل، بالتالي راح تكسب قلوب الآخرين أو تكسب أيضا احترامهم وودهم. القضية المهمة إحنا في حياتنا الاجتماعية
انه نقدر نتجاوز هذه الامراض من خلال مجموعه سلوكيات. واحد من السلوكيات انه فعلا نحن نتوقع الخير ونتنبأ بالخير ونأمل الخير. عندما تتوقعين الخير في غالب الاحيان انت تلاقي الخير لانه الان مثلا عند بعض الدراسات بعضهم مثلا يخرج بسيارته المصباحيات فيشوف احد الاشخاص كريم العين يقول لك راح يصير عندي حادث وكذا واليوم راح يكون مزاجي جدا صعب وما راح كذا الى اخره. بالحقيقه هو يرسل رساله الى عقل الباطن وعقل الباطن راح يشتغل يخربط عليه وبالتالي راح يقع كل هذه المطبات. في حين مثلا لو انه يشوف مثلا اي موقف كان في يومه في صباحه بمجرد مثلا يذكر الله سبحانه وتعالى يقرا الايه القرانيه يتوقع انه الله سبحانه وتعالى الخير هو ياتي من الله سبحانه وتعالى والشرور هي موجوده. بالتالي انه اني مثل ما يقولون يعني انه ماكو داعي انه احزن على ما هو فات والقادم هو ان شاء الله كله خير. عندما تعمل بهذه الروحيه الايجابيه بهذه الروحيه المنطلقه انت حقيقه راح تسيطرين على الحياه وبالتالي راح تكونين انت قائد الحياه. يعني من ضمن مثلا احنا نقول انت تصنع حياتك بيدك. احسنت. احنا نقول مثلا بالهدف التربيه يعني احنا ندخل الطالب من اول ابتدائي ونطلع للدكتوره شنو هدفنا؟ مو هدفنا حتى ياخذ شهاده وكذا ويعلق شهادات على الحائط لا أبداً. انه هدفنا حتى الانسان يصير قائد للحياه. إذا صرت قائد للحياة يعني واعتبرت الحياة عبارة عن سيارة والمقود بإيدك أنت راح تكون إنسانة ناجحة تكون إنسانة متفائلة بل ربما حتى كثير من الأمراض راح تتجاوزيها من خلال هاي قضية الابتسامة والضحك. وذكرتيني جنابك الكريم يقال أنه في إحدى القرى الإفريقية أنه الناس تقريبا لا يصابون لا بالضغط ولا بالسكري ولا بأزمات القلب. السبب يعني وين؟ الدكاترة معزلين هناك عندهم. ليش؟ لانه حقيقه يقول لك هذول الناس يفرشون سماطين يعني افراش ويقعدون بجانب رجال وجانب الاخر نساء ويوميه عندهم انه يبتسمون اول مره وبعدين يبدون الناس تضحك على ناس كنوع من التسليه او الترفيه عن الذات. انه بحد ذاته هذه الابتسامه وهذا الضحك روح النكته احسنتي تفرغ شحنات السلبيه تخلي الانسان اكثر تفاؤل اكثر ارتياح اكثر انطلاقا يعني بالضبط مثل الشهيق والزفير انت تستنشق الاكسجين الصافي وايضا احسنتي. حقيقه واحنا حياتنا الاجتماعيه بصوره عامه مهما كان هذا الانسان وفي اي موقع كان هو لابد ان تمر عليه نوع من الضغوطات النفسيه الضغوطات الاجتماعيه انه الامور ما تصير مثل ما هو يريد. لكن حقيقه انه عمليه الاستسلام لهذه الضغوط هو اللي راح يولد استمرار الازمه راح يولدين كثير من المشاكل وكثير من الإحباطات. بالتالي احنا نستطيع حقيقة ان نتفاعل معها نتغلب عليها من خلال هذه الابتسامة. انت عندما ترسلين رسائل إيجابية للآخرين والآخرين يردون عليك التحية بمثلها او بأحسن منها انت راح تكون حقيقة مرتاحة نفسيا. بعض الأحيان احنا عندما ندخل مثلا لبيوتنا انت مجرد تبتسم مجرد انه حرك شفافك وابتسم هذه الابتسامة راح ترسل رسالة إيجابية لزوجتك لأولادك هم راح يبادلوك الابتسامة راح يصير عملية تخفيف من هذا التوتر وهذا الشيء. لكن عندما احسنتي لكن عندما نلتقي بالناس الاخرين مثلا ونحن متجهمين او كئيبين بالتالي راح نرسل رسائل بها كآبه بها عدم ثقه عدم ارتياح بها انزعاج. فقدر الامكان يا اخوان خلينا نخلق الابتسامه هذه ونحاول انه نعتبرها سنه باعتبارها انه كانت سنه نبويه نعتبرها سنه في حياتنا الاجتماعيه او قضيه مهمه جدا وفي غايه الاهميه انه احنا عندما نعود انفسنا على شيء معين يصبح هذا جزء من شخصيتنا. يعني قد يكون الان فلان الفلاني متعود انه ما يبتسم مثلا دائما هكذا يعني لابس متجهم غير مريح للاخرين خلي من اليوم انه يمارس تمرين انه انا خلي ابتسم مثلا كل ما ادخل الحمام انظر بالمراه وابتسم لنفسي اقلها ابتسم لنفسي اذا ماكو حد يبتسم لي انا ابتسم لنفسي. عندما تبتسم لنفسك انت شوف الجمال الحقيقي الموجود في شخصيتك. انا اللي اعتقد انه لو كل واحد من عندنا يبتسم 3 مرات 4 مرات امام المراه يوميا انه هذه الابتسامه راح تصبح هي جزء من سلوكه جزء من شخصيته وبالتالي راح تخلق انه فد عالم ايجابي. دكتور انت تقصد بالابتسامه هي الابتسامه الخفيفه حتى لو كانت مو الضحكه او القهقه. هو حقيقه الضحكه الابتسامه ضحكه تختلف عن احنا الابتسامة. حقيقه احتدنا بموروثنا الشعبي يعني دائما يقول لك انه تلقى الضيف حيبي انه الابتسامه هذه الابتسامه هذا الوجه المنشرح. أكيد. الضحكه في بعض الاحيان اذا خارج مواقفها المعهوده يعني كانوا يكون مجموعه جالسين في مكان معين وصار نكته صار موقف معين عندما تكون الضحكه متزنه بميزان العقلاء وتكون ضمن الحدود العقلائيه ضمن حدود الادب والذوق العام بالتاكيد تكون جدا جميله. لكن هي القضيه وين الضحكه في بعض الاحيان تكون مرفوضه
احنا مثلا موظف اجتماعي يقول لك انه اذا شخص اقبل عليك لا تضحك بوجهه، اخاف انه يستشعر النقص في ذاته مثلا. واذا شخص ما هي نوعيه الضحكه دكتور أحسنتي. مثلا نوعيه الابتسامه يعني احنا عندنا مش ما عندنا ابتسامه 18 يعني مثلا دكتور عندنا ايضا عشرات من الضحك ايضا بالضبط. يعني مو من المعقول عفوا يعني انت جالس امامي مثلا واضحك بضحكه عفوا استهزاء يعني مو من المعقول طبعا بالتاكيد انت راح يكون عندك رده فعل غير طبيعيه أكيد. لكن أكيد. لو ابتسم بوجهك ابتسامه جميله مشرقه لطيفه اكيد اني دا اشعرك انه انت بامان. حتى سليمان تبسم ضاحكا يعني هذه الابتسامه كانت من الكبر وكذا بحيث تبين كانما هي عباره عن ايضا هي تعبر دكتور الابتسامه عن قوه الشخصيه لانه ما اعرف دكتور هناك كثير من الناس انه يخفي كثير من الامور ويخفي كثير من الجروح والالام بداخله لكن يبتسم لا يريد ان يشعر الاخر انه هو بحاله زراء او هو بحاله ضعف او بحاله قلق او خوف الى اخره. ولذلك قلت جنابك الكريم علماء النفس يقولون الابتسامه مو بالضروره تعني انه هذا الشخص سعيد ومنشرح والدنيا كلها بمبي امامه، لا في بعض الاحيان هذا الانسان عنده القوه وعنده شخصيه وعنده عزيمه بحيث انه هو يستطيع ان يتجاوز اشكالياته، يدوس على جراحه وبالتالي يحاول قدر الامكان يفتح ابواب او افاق واسعه باتجاه المستقبل. انت حقيقه الانسان اذا كان هو يشعر بحاله يأس مثلا او عنده مشكله معينه يعكسها للاخرين بصوره سلبيه راح يؤذي الاخرين، فانت ليش تؤذي الاخرين؟ ليش ما تكون انت عنصر ايجابي وتحاول قدر الامكان ان تكون كانما قنينه عطر يعني وين ما تروح لاي مكان تفوح باي مكان احسنت وين ما تروح حقيقه انه تنشر هذا العطر الطيب او تنشر هذه الرساله الجيده. الناس حقيقه الان في وقتنا الحالي وانا حقيقه ملاحظها مثلا يعني مثلا في الصباح في المساء امر على السيطرات حقيقه، انت تعرفين هذا الجندي مسكين يعني واقف وكذا بأهبة الاستعداد ومتشنج لانه في حاله اهبه وعندنا الادرينالين جدا صاعد ومتحفز لاي طار الى اخره، فانت بتبتسم امامه مجرد هو ابتسامه هذا راح يرد عليك ابتسامه اخرى وربما بتحيه، يعني انت حقيقه هذه الابتسامه معها كلمه جميله هي باستطاعتها انه تداوي كثير من الجروح. تداوي كثير من الجروح ايضا تبعد المشاكل. دكتور الابتسامه هل هي طريق المراه للوصول الى قلوب وعقول الناس؟ والله لا المراه تحديدا لا توجد، هم حقيقه قالوها انه المراه على وجه العموم هي اكثر من الرجل بسبعه اضعاف انه عندها قدره وامكانيه على ان تستخدم الابتسامه وتصطنع الابتسامه لكي تصل الى قلب الرجل. وحقيقه اغلب الشعراء الادباء الفنانين انه لربما لحظات الحب لحظات العشق مثلا او التقاء بالاخر كانت من خلال الابتسامه. لا يمكن ان نتصور يعني امراه لديها قوه ولديها جمال بدون ابتسامه. في بعض الاحيان تجدين ان سر قوه المراه وجمال المراه هو ابتسامته او كيفيه انه ترسم هذه الابتسامه بحيث تكون هذه الابتسامه معبره وداله على فيض عاطفي مثلا، فيض احترام، فيض موده. القضيه المهمه حقيقه انه احنا قد نبتسم للاخر ونريد ان نقول له انت شخص مميز بالنسبه لنا، انت شخص محترم، انت شخص عزيز. حقيقه هذه الابتسامه بحد ذاتها هي ترسل معها طيف واسع من الطاقه، طيف واسع من سميها الالكترونات، من الذبذبات التي توصل معاني لا يمكن لاي كلمه اخرى ان توصل هذه الرساله. المرأة حقيقة طبيعتها أنه تتمتع بالجمال وفضلا عن الجمال تتمتع بالعاطفة الكبيرة. نعم. الجمال والعاطفة كلها حتبين عن طريق الابتسامة. أحسنتي. بالتالي أنه إحنا في بعض الأحيان قد نوصل رسائل جدا كبيرة وجدا هامة وشمولية للطرف الآخر عن طريق ابتسامة بسيطة ولذلك حقيقة تجدين مثلا في ألمانيا وجدوا أنه طريقة جدا لطيفة أو راقية بالإعلان انه كتبوا اعلان انه الابتسامه في وجه اخيك صدقه، انه هذه مقوله للنبي محمد. فشوفي شوف انه انت هيك مجتمع متحضر وعلمي يجد انه هذه المفرده حقيقه هي كفيله وقادره على ان تخلق علاقات ايجابيه مع الاخرين. بل حتى انه الشخص احنا الان نفكر في بعض الاحيان بقضيه العلاقات مثلا، الزوجه حقيقه عندما تبتسم في وجه زوجها مستعد انه هذه الابتسامه انه تزيح لربما مجموعة كبيرة من الهموم والمشاكل. بس المفروض العكس صحيح دكتور، يعني انه هي مو بس تبتسم من الزوجة تكون هي مبتسمة بوجه الزوج. هناك مقدمة جميلة الابتسامة مقدمة جميلة. هناك أزواج كثر دكتور لا يستخدمون الابتسامة من باب انت مثل ما ذكرت دكتور انه هو يستخدمها كقوة للشخصية او السيطرة على المواضيع، السيطرة على زمام الامور في بعض الاحيان، فيكون هو حتى لو
كان رايد انه يضحك او يبتسم فهو راح يكتم هاي الابتسامه. اذا ماذا تقول لهذا الرجل؟ هذا الرجل المشكله هاي عندنا احنا حقيقه بالفهم والادراك لموضوع الابتسامه. عندنا خلل حقيقه، عندنا خلل هالثقه في الاجتماعيه. نعم. انه قوه الانسان مو بالقضيه انه هذا الوجه المتجهم وهذا الوجه الكئيم. نعم. او العبوس وكانما هذا الانسان خارج الى معركه. لا، قوه الانسان حقيقه وقوه شخصيته بانه هذا الانسان يكون متفاعل. أحسنت، متفاعل بدون شد بدون تعصب، متفاعل مع الآخرين ويرسل رسائل حب للآخرين. وللعلم الآن حقيقة شوف إن جنابك الآن باتت قضية الابتسامة مثلا، كيفية الابتسام، طريقة الابتسام الآن تدرس، ولذلك تجدين مثل بعض السياسيين متميز بابتسامته، وربما من خلال هذه الابتسامة يصل رسائل إيجابية لجمهوره. الآن مثلا تجدين حتى صار عندنا في عرفنا يقال إنه هذه ابتسامة هوليودية للتعبير عن حالة الجمال مثلا أو قوة الابتسامة أو مفعول الابتسامة في نفوس الآخرين. القضية المهمة أنه إحنا عندما نتبنى هذا المفهوم فخلي بحساباتنا أنه هذا المفهوم مفهوم إيجابي على مستوى صعيد الصحة النفسية، على مستوى صعيد العلاقات الاجتماعية، وحتى على مستوى الدين والتدين. لأنه أنت حقيقة إذا ردت تصير متدين أو ردت تصير ديني أنه قدر الإمكان تدخل البهجة والسعادة على نفوس الآخرين. أنت عندما تسعد الآخرين فبالتالي الله سبحانه وتعالى يستشعر أنه أنت تسير في, في, في مضمار الله عز وجل. لكن حقيقة بعض الناس أنه قد يكون مشاكله، قد يكون ما موجه، قد يكون تربيته أيضا كانت أيضا بها نوع من المشاكل. حقيقة القضية المهمة أنه إحنا في بعض الأحيان ما عندنا توجيه. يعني لو كان عندنا مثلا برامج صباحية أو مسائية أنه تعلم الناس شلون راح يبتسمون، شلون راح يكون علاقات مع الطرف الآخر، ربما إحنا راح نتبنى هذه النظريات. وللعلم الآن حقيقة موجودة بعض المعاهد الموجودة في العالم أنه تعلم أحسنتي تعلم هذا الإنسان كيف يتفاعل مع الآخرين، كيف يبتسم مع الآخرين، كيف يختار مثلا لتصير فعاليتها بالمجتمع. أحسنتي طبعا، وحقيقة فوائدها كبيرة وكثيرة جدا، وتجدين حتى آثارها على الناحية الاجتماعية أيضا كثيرة. والناس اللي جربوا حقيقة الابتسامة اكتشفوا أنه بعد فترة معينة أنه علاقاتهم زادت، أنه حتى عند بعض العقد زالت أيضا من عنده. جربتها دكتور؟ والله أنا حقيقة مشتغل عليها من فترة طويلة جدا. يعني صار لك كم سنة دكتور؟ ما أذكر، لأنه حقيقة أنا مخلي في حساباتي دائما. قبل أن تدرس هذا الموضوع، قبل أن تكتشف يعني دراسات هذا الموضوع بصراحة تامة، أنت تبتسم أنت وأنت صغير مثلا وأنت مراهق أو طفل أنت كنت تبتسم، ولا من بعد ما أنت درست وشفت أنه الدراسات والأبحاث تقول أنه الابتسامة هي سر الحياة، الابتسامة هي التفاؤل وإلى آخره؟ من دخلت الحياة الجامعية. نعم. اكتشفت أنه من الضرور الإنسان يبتسم إزاء هذا الجمال. ليش؟ الحياة بالحياة الجامعية لأنه هناك اختلاط ما بين الجنس الآخر. أكو اختلاط. نعم. وأكو أيضا يصير حالة نضج عند الإنسان، وفي بعض الأحيان قد تكون الصدفة هي مفتاح للنجاح. يعني في بعض الأحيان ابتسامة معينة تبتسميها وتستشعر أنها الابتسامة جابتك في نجاح معين. نعم. على وفق نظرية بابلوف أنه التعزيز الاستجابة الشرطية، تبتسمين الآخرين تسمون إليك، تبتسمين الناس يصيرون قريبين من عندك، تبتسمين الناس يبدون يحبوك أو صرعتم ثقة بيك، وأنت أيضا صرعتم ثقة بنفسك، وتلاحظين أنه هذه الابتسامة أجمل على وجهك من هذه التكشيرة ومن هذا التعبيس. فبالتالي إذا كان هذا الإنسان يحاول يجمل نفسه من خلال ملابس الجميلة، من خلال العطور الجميلة، فبالتالي ما أحرى بالإنسان أنه يستخدم هذه الميكانيزمات الموجودة عنده، هذه الطاقة الموجودة عنده للتأثير بالآخرين. صحيح. فبالتالي إذا الإنسان يستطيع أن يؤثر على الآخرين، وإحنا حقيقة كثير من شبابنا وشاباتنا يجهد نفسه، قد يكون بالمكياج مثلاً، بالعطور الغالية، بالملابس الغالية، لكن هو ما أي بريق بفلته وبكاريزمته. الشخصية وكأنما عبارة عن تمثال يصير على قدمين. صح. في حين لو كان هذا الإنسان مبتسم مثلاً، هو يستطيع أن يرسل برسائل الحب للآخرين ويخلي هذا الإنسان أكثر مقبولية عند المحيط الاجتماعي. ماذا يختلف الإنسان العبوس جدا عن الناس اللي دائما هي مستبشرة بالخير، دائما هي بشوشة، دائما تضحك؟ دكتور شنو الاختلاف بيناتهم؟ هل هي البيئة اللي أثرت عليهم؟ هل هي تكوينهم، طبيعتهم؟ أكيد عدة عوامل. كيف يتخلص الإنسان العبوس من هذا الموضوع وأيضا يكون حال المستبشر؟ طبعا جنابك الكريم من ذكرنا احنا بعض المجتمعات، يعني تروحين الان مثلا لدوله من الدول او مجتمع من المجتمعات تشعرين بالكآبة، ما حد يبتسم، وتشعرين كانما صحراء، انت ذاهبه الى صحراء قاحله. طبعا هذا في بعض الاحيان البيئه الاجتماعيه تلعب دورها والبيئه الثقافيه. هل هناك احصائيه لهذا الموضوع؟ والله القضايا كثير من القضايا احنا الان ما عندنا احصائيات ودراسات عليها، هذا جانب. وجانب اخر هاي القضيه نسبيه بين المجتمعات الانسانيه، يعني تجدين مثلا بافريقيا في غابات افريقيا وناس مستبشره وتضحك ومتونسه، وتجدين مثلا ناس في. طيب هل الغذاء الى علاقه بهذا الموضوع؟ طبعا طبعا. كثير من الاغذيه الان اكتشفوها مثلا عندك مثل مثلا عندك، مو هي قضيه مرتبطه بقضيه. طيب. يعني ماكو نقول سبب
مباشر، يعني مو اكل شوكولاته مثلا اقوم ابتسم، لا، وانما الشوكولاته مثلا تحفز بعض الهرمونات الموجوده في الدماغ، هي مساعد. أوكي. مساعده، فهذا طيب. الانسان عندما من بين يستشعر الاطعمه المساعده من يعني مثلا عندك بعض الفواكه مثلا الشوكولاته الان اكتشفوها الان حقيقه لم حد البلاك؟ نعم اكيد، لأنه حقيقة تحفز بعض الهرمونات الموجودة في الدماغ، فالإنسان يستشعر بالراحة أو بحالة السعادة. والآيس كريم أيضاً أنا اللي أعرف أن الآيس كريم أيضاً هو ربما تكوني أنت أعلم عندي بهذه المواضيع باعتبارك مهتمة بها، لكن على وجه العموم حقيقة الغذاء دائماً الصحي، الغذاء الجيد بالتالي يخلق الإنسان عنده بيئة صحية جيدة. الإنسان عندما يكون حقيقة حالته الصحية جيدة، غذاء جيد مثلاً، مرتاح مثلاً بنومته، ما متوتر قدر الإمكان، يمارس الرياضة باستمرارية، تستشعرين هذا الإنسان عنده القدرة والإمكانية أنه يبتسم في أي لحظة، أنه يخلق الابتسامة أو يوجد الابتسامة على صفحة وجهه، حتى يكون هو أكثر تفاعل مع الحياة الاجتماعية. القضية المهمة اللي قلناها وذكرناها أكثر من مرة، أنه بعض الناس اللي ما يبتسم مثلاً أو ما مجرب الابتسامة، خلي يجرب الابتسامة وراح أشوف هذه الابتسامة شنو تأثيرها على مستوى علاقاته مثلاً، على مستوى حتى لو بينه وبين نفسه أمام المرأة، هي مجرد محاولة مرة أو اثنين أو ثلاثة، هي حقيقة ما بيها خسارة في شيء جمالي يعني. نعم. مثل ما الإنسان تجيب له قنينة عطر وتقول له العطر جداً جميل وراح يخلق البهجة، أحسنت، يخلق البهجة والسرور في داخل نفسك ويكون متقبل من قبل الناس الموجودين في محيطك الاجتماعي. بالتالي أنه أنا إذا أريد حقيقة أنه المجتمع يتقبلني أكثر، أنه علاقاتي تكون في حال أفضل، للعلم حتى بالمعاملات التجارية الآن، في المعاملات التجارية هناك دراسات تقول أنه الشخص الذي يبتسم مثلاً أو أصحاب العلاقات، يعني مثلاً عندك دائرة من العلاقات، دائرة العلاقات إذا كانوا مبتسمين مثلاً متفاعلين مع الآخر راح يكسبون لك ناس آخرين كثيرين، لكن في بعض الأحيان تدخلين على قناة فضائية مثلاً وتجدين الكل معبس، يعني أنت من عندك راح تشعرين بالكآبة، بعدم الارتياح. طيب. بالقلق. من بعدها أنه أنت راح تطلع على الهواء مباشرة. والشاشة هي جداً دقيقة وحساسة بهذه المواضيع، إذن لازم أنه بهيجي وخصوصاً بهيجي أجواء لازم أنه كل الكاست يكون مستبشر، يكون أكيد. مبتسم، يكون محب للحياة ويستقبل ضيفه، بالتالي الضيف راح يكون هو موجود على الهواء. تعرفين جنابك الكريمة قضية جداً مهمة، بعض الدراسات اللي يقول أنه هاي بعض أمهاتنا أو بيبياتنا كان ابنها من يبكي مثلاً أو مثلاً يتمرض، تروح للشيخ مثلاً أو تروح للسيد يسوي له هاي اللي يسموها عودة أو كذا أو رقعة مال ورق، التعويذة أحسنتي. فيقولون هو حقيقة التعويذة هاي مو للابن، هذه اللي هي التعويذة للأم، لأن الأم راح تشعر بالارتياح، مو راح تشعر بالارتياح راح تبتسم، فالطفل أيضاً راح يتفاعل وياها وبالتالي راح يبتسم لها. اللي إحنا نقول حقيقة إنه هذا الابتسامة قد تكون علاج لأولادنا، علاج لأبنائنا، قد تكون هي طاقة إيجابية راقية توصلينها للآخرين، فضلا عن ذلك هي جدا راقية كعلاج للإنسان حتى يتخلص من همومه ويتخلص من مشاكله. وكما يقولون تفاءلوا بالخير تجدوه. أكيد إحنا محتاجين هذا الموضوع، بما أنه إحنا نعيش ضغوطات الحياة بمختلفها ما شاء الله، من أحسن. ما نصحى الصبح لحد ما ننام بالليل، لكن قدر الإمكان أنه نعيش يوم جديد، أنه نحاول أنه نكسر هذه كل القيود وكل ما نمر به من آلام بصراحة عن طريق هذه المواضيع. دكتور، ماذا تنصح لكل الناس اللي يتابعوك اليوم بالابتسامة؟ نقطة أو اثنين أو ثلاثة أو حتى خمسة، يا ريت عشرة بدقائق أو ثواني. والله اللي حقيقة اللي أنصح أخواننا الآن وأخواتنا ومشاهدينا الأعزاء اللي يشاهدون جنابك الكريم، يا ريت يقلد ابتسامتي شقلة حتى يكون أكثر انفتاحا. لأنه فعلا حقيقة إحنا بحاجة أن نكون زوجاتنا مبتسمات، أخواتنا مبتسمات، أولادنا يكونوا مبتسمين، لأنه الابتسامة لا يمكن أن تعوض. يعني إحنا حقيقة فترات حياتنا محدودة، وهذه حقيقة المحدودية في حياتنا تستوجب من عندنا نستثمر كل لحظة وكل ثانية بإيصال رسائل الحب للآخرين. بالتالي أنه قضية الابتسام تجاه الآخر أنه هي رسالة حب، رسالة أمل، رسالة تفاؤل، هي حقيقة رسالة للعلاج، رسالة للتداوي. فضلا عن ذلك أنه أنا حقيقة عندما أبتسم أستشعر الطاقة، وبالتالي أنه أنا أضيف طاقة جديدة إلى ذاتي وأنا في أمس الحاجة إلى الطاقة. هذه الطاقة عندما أكتسبها باستطاعتي أن أوصلها للآخرين أو أعبي الآخرين بهذه الطاقة من خلال هذه الابتسامة الجميلة. فيا حبذا أن يكون شعارنا الابتسامة، يا حبذا أنه نصحى يومية وإحنا مبتسمين، وإن كان حتى أنه ما موجود شيء يدعو للابتسامة، قد يكون عندنا غيظ، عندنا مشاكل، لكن قدر الإمكان أنه جزء من الحياة، جزء من العيش، جزء من مقاومة هذه التحديات أنه نبتسم حتى نستشعر الطاقة ونستشعر الحب ونوصل الحب للآخرين.
دكتور محمد عبد المحسن، أنا شاكرة جزيلا لك لتواجدك اليوم ويانا. يحفظكم وأتمنى لك دائما يا ربي تكون مبتسم. يا رب علي وعلينا وعلى جميع مشاهدكم الأعزاء، دائما ضيف عزيز علينا وعلى كل المشاهدين. شكرا جزيلا لكم أيضا مشاهدينا، أتمنى لكم ابتسامة دائما سعيدة مشرقة مليئة بالحب والتفاؤل. فلنذهب إلى فاصل وبعدها راجع لكم. مدينة علم فيراري في أبوظبي، بصراحة يعني تقرير راح نشاهده سوية أكيد، بس أنا من الناس اللي مشدودة أنه أكون بهذه الأجواء. تعد مدينة علم فيراري الواقع في جزيرة ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي أكبر مدينة ترفيهية تفاعلية في العالم، وتستقطب المدينة محبي المغامرة وعشاق السرعة الذين يتسلل كثير منهم الاستمتاع بسيارات فيراري لأول مرة في حياتهم. فلنذهب سوية. بدأت مدينة أبوظبي في لفت الانتباه من خلال العديد من المشاريع المميزة، ومنها مشروع حديقة عالم فيراري، وهي أكبر مدينة ملاهي تقام داخل مبنى مغلق في العالم، وتقع في جزيرة ياس بالقرب من مدينة أبوظبي على مساحة 200,000 متر مربع تحت سقف واحد. تم تصميم الشكل الخارجي على طراز سيارة الفيراري جي تي الكلاسيكية، ويتميز السقف بلونه الأحمر الكلاسيكي، ويتوسط شعار الحصان الشهير سكويدار فيراري الأكبر في العالم بمحيط يبلغ 66 متر. إنشاء الهيكل الخارجي استغرق 14 شهراً، وبلغ عدد العمال الذين عملوا في المشروع أكثر من 4,500 عامل يومياً. أن هذا المشروع الضخم هو جزء من مشروع أكبر لتحويل جزيرة ياس إلى معلم سياحي عالمي، لأن هذه الجزيرة تتميز بقربها من أبوظبي، وتتميز بواجهة بحرية بطول 32 كيلومتر. واستضافت الجزيرة بالفعل جائزة طيران الاتحاد في أبوظبي. ويحوي عالم فيراري أكثر من 20 لعبة مميزة، من بينها أسرع لعبة للمركبات الأفعولية في العالم رولر كوستر، وتكون هذه اللعبة من نموذجين لسيارتين فيراري F430 تتسع كل واحدة منهما لأربعة أشخاص، وتبدأ اللعبة بانطلاق السيارتين معا فيما يشبه السباق بسرعة تصل إلى 240 كيلومتر، لكي تمنح الركاب شعوراً بأنهم يستقلون سيارة فيراري لكن في الهواء. We'll be right back.
استمتعتوا بهذه الرحلة الرائعة بالهنا عليهم. مشاهدينا الكرام راح أروح إلى فقرة تاتش والزميلة فطوحة فرح، واليوم راح تتكلم لنا عن البوتكس واستخداماته وأنواعه. إذن لك الجو يا فروحة، صباح الخير. مشاهدين يسأل صباح جمال، اليوم موضوعنا راح يكون عن مشكلة من ضمن المشاكل اللي نعاني من عندها، إذا كانت مشاكل تجميلية أو حتى كانت مشاكل العلاج. ممكن نلاحظ أنه هذه المشاكل التجميلية قد تظهر عندنا مثل التجاعيد. التجاعيد بأنواعها المختلفة، بعض الأحيان ممكن نلاحظ تجاعيد عندنا تكون تجاعيد تعبيرية، والبعض الآخر ممكن نلاحظ تجاعيد متحركة. طبعا لكل حالة علاج مختلف. نسمع كثير من السيدات أو حتى الرجال أو مفاهيم خاطئة عن استخداماتنا للبوتوكس، عن استخداماتنا للفيلر، وممكن تختبط عندنا الأفكار ونلاحظ أنه إحنا ممكن نستخدم شيء مكان شيء، لكن الفكرة تكون واضحة وسريعة إذا استخدمنا كل شيء بالطريقة الصحيحة. بالبداية رح نتعرف على موضوعنا اليوم اللي هو عن البوتوكس واستعمالاته وأهم الفوائد اللي ممكن نحصلها من هذه المادة. حتى نتعرف أكثر على موضوع البوتوكس لازم نعرف بالبداية من شنو تتكون هذه المادة وشنو بالضبط تفيدنا. هذه المواد عبارة عن مواد ممكن نحقنها تحت الجلد، ونلاحظ أنه مفعولها يكون بمنطقة الحقن فقط، يعني مستحيل راح نحقنها بالوجه مثلا ويتأثر منطقة ثانية من الجسم نهائيا. من ضمن الحسنات اللي راح نحصلها بها انه احنا راح يرجع وجهنا الى وجه الشباب اللي هو خالي من التجاعيد من كل الامور اللي ممكن تضايق بشرتنا. وايضا ممكن نلاحظ نقطة اللي هي ممكن تكون الاساس اكثر بوجهنا، لاحظ انه بعض التعابير اللي عندنا بالوجه او التجاعيد تظهر بالحركة نتيجة الغضب ممكن نلاحظ، او علامات التعجب، او ممكن تكون ايضا نتيجة بالضحكة ممكن تبين عندنا خطوط حوالين العين، او اكثر الاماكن ممكن نلاحظ حتى بتقدم الامر ممكن نلاحظ فوق الشفة خطوط رفيعة جدا. ممكن نلاحظ ايضا خطوط بالرقبة او غيرها من الاماكن ممكن نستخدم لها البوتوكس. البوتوكس استخدامات ثانية غير التجاعيد اللي ممكن نستخدمها او نتخلص منها، ايضا ممكن نتخلص من التعرق الزائد اللي يكون تحت الابط او بالايد او حتى بالقدم. نلاحظ انه هذه مشكله ممكن يعانون من عندها الكل، وخصوصا فصل الصيف لاحظ انه ايدنا ممكن تتعرق لفترات طويله جدا وممكن يسبب لنا احراجات. حتى نحاول دائما نتخلص من هذه المشكله، او ممكن تكون نلبس الوان غامقه حتى لانه احنا عندنا تعرق تحت الابط مفرط. هذه الحاله ممكن نستخدم اكيد البوتوكس حتى نتخلص من هذه المشكله نهائيا، ولفتره قد تطول الى فتره سنه الى سنه ونص او ممكن حتى سنة. أما بالنسبة للتجاعيد فالفترة تكون من 3 أشهر إلى 6 أشهر راح نتخلص تماما من كل التجاعيد، وإن عاد التجاعيد مرة ثانية فما راح ترجع بالقوة نفسها الأولى. بالبداية راح نشوف هذا التقرير عن البوتوكس وحقنا نرجع لكم. طبعا عندنا موضوع مهم جدا وهو الخطوط اللي تصير بالوجه اللي هي الخطوط اللي تصير بالجبين اكثر شيء، اللي تكون الخطوط بالطول او العرض او احنا نقول الترهلات ممكن تصير او المشاكل اللي تصير حوالين العين، تجاعيد اللي تصير حول العين. طبعا نقدر نحل هذا الموضوع بالبوتوكس. البوتوكس هو يسوي لنا شد للعضله، فكره مالته انه هي ماده تسوي تشل العضله حتى ترجع العضله تنقبض اكثر، ترجع انه بعد ما تقدر تسوي اي تعبير، ولهذا تنشد العضله شد مضبوط. راح نشوف انه احنا القصة صارت طبيعية حوالين عين بدت هاي التجاعيد نخلص من عندها. يفضل استخدام البوتوكس بوقت مبكر حتى نحصل على نتيجة اسرع. طبعا ممكن اعادة البوتوكس المرة الاولى راح نضربها 4 أشهر، بعد 4 أشهر ممكن نعيده. لو كررنا العملية تقريبا 3 مرات جزء من البشر، خلينا نقول 80% من عندهم بعد ما يحتاجون هذه العملية نهائيا طول العمر، لان راح تنشد العضلة وتاخذ حيز. لكن لازم نعرف شلون نحافظ عليها، شلون نسوي مساجات وياها حتى نقدر نحصل نتيجة جميلة ولطيفة، ونعرف شنو المادة اللي ضربناها والطريقة ومن ضربناها بالضبط، هل هو شخص اختصاص او لا. طبعا هو امين بالنسبة للأبر فيس، اما بالنسبة لللور فيس لا، احنا لازم نختار مواد ثانية لانه يحتاج الى فيلر اللي هو نملي المكانات. ممكن نضيف
بعض البوتوكس في أماكن معينة اللي هم مثلا الشفة تكون عندهم نازلة فنضيف لها شوية بوتوكس حتى شوية الرفع طبعا، لكن هاي مقادير قليلة جدا. ممكن تكون بالخطوط اللي موجودة بالجبين، إذا خطوط صار لها فترة طويلة وصار بيها لون أو هاي نعطيها بوتوكس إضافة للفيلر. الموضوع البوتوكس موضوع شائع ويخص الرجال والنساء، وهذا مو بس موضوع أنه نخلص من التجاعيد، عندنا مشكلة تواجهنا وتواجه أكثر شيء الشباب وشابات خصوصا من فترة الصيف اللي هو التعرق الزايد. التعرق الزايد ممكن نخلص من عنده بالبوتوكس، انه نحقن المكان بالبوتوكس حتى نخلص من مشكلة التعرق. راح نشوف انه نهائيا ما في مشاكل، بالعكس هو هم يرجع يشد العضلة ويرجعنا الى مرحلة انه احنا شان اطفال ماكو تعرق. نفس الفكرة انه بالمهم انه احنا نخلص من مشاكل التعرق حتى لا يصير لنا احراج ولا مشاكل، وايضا نتخلص من عندها خصوصا احنا جاينا فصل الصيف. أو الأسباب اللي ممكن نستخدم لها البوتوكس، أكيد راح نتعرف على الأمور اللي يشتغل عليها أو اللي يعمل عليها البوتوكس. لاحظنا أنه التعابير اللي ممكن تأثر عندنا اللي ممكن نستخدمها مرور السنوات اللي يوميا تقريبا نستخدمها، تعابير مثل الابتسامة، تعابير مثل الغضب، تعبير أيضا عن التعجب، ممكن عن التفكير، ممكن إرهاق، تعب. نلاحظ أنه تبدي تظهر عندنا التجاعيد بخطوط مختلفة خصوصا منطقة تحت العين، وممكن نلاحظ أيضا أنه دائما الجبين وما بين الحاجبين، هذه المنطقة الأكثر اللي ممكن نستخدم لها البوتوكس. هذه الحالة أو هذه المنطقة بالذات راح نشوف أنه إحنا يحتاج لنا إلى أنه نخلي العضلات تسترخي وترجع إلى طبيعتها. طبعا طبيعة عمل البوتوكس هي أصلا ليش تتكون التجاعيد؟ تتكون التجاعيد نتيجة أنه هذه العضلات تستجيب إلى أوامر نأخذها من الدماغ، فنلاحظ أنه إحنا هذه الأوامر العصبية اللي راح نستلمها راح تبدي تظهر عندنا على شكل تجاعيد مرور الوقت. لكن البوتوكس يساعد على أنه يشد العضلة أو بالأحرى أنه يشل العضلة ويخليها تسترخي بشكلها الطبيعي وتخليها نهائيا ما تستجيب إلى أي موضوع ممكن نرسله بأنه كتعجب أو غضب أو غيرها من الأمور، فما تظهر عندنا التجاعيد نهائيا وتختفي لمدة طويلة حسب الحالة الموجودة عندنا وأيضا عمق التجاعيد. بعض الأحيان ممكن نلاحظ أن تجاعيدنا تكون خفيفة جدا، يفضل أنه نبدي على تجاعيد وإن كانت خفيفة أفضل ما نتركها إلى مرحلة أكبر، لأنه بعض الأحيان ممكن تجاعيد وخصوصا تحت العين ما راح يفيدها بعد البوتوكس أو الفيلر نهائيا، لازم يكون تدخل جراحي، وهذا موضوع خطر يكون تحت العين أو بمشاكل أكبر وتخدير وغيرها من الأمور، وإحنا في غنى عن هذا الموضوع. لكن بحالات معينة وخصوصا بعمر مبكر نحاول نستخدم الأمور اللي تخلينا دائما نتخلص من هذه المشكلة بشكل كبير، أو تخلينا دائما ممكن نتجنب أمور كثيرة أو حلول بعيدة. حاول نستخدم الحلول بالبداية حتى نتخلص من موضوع التجاعيد، وإن كانت التجاعيد خفيفة فإذا حقناها تقريبا راح يستمر البوتوكس من 3 أشهر إلى 6 أشهر، راح نلاحظ أنه راح تختفي عند التجاعيد وإن عادت راح تعود أخف بكثير من المرة الأولى، وأكيد راح نكرر مرة ثانية. يفضل أنه بالسنة راح تكون عندنا البوتوكس تقريبا مرتين إلى 3 مرات بالسنة الواحدة. طبعا راح نشوف الفرق أنه بوجهنا راح يبقى متجدد وما بي مشاكل نهائيا. يفضل يكون من عمر 20 لحد عمر 80 ممكن نستخدم البوتوكس بكل حرية بدون مشاكل. يعتمد أيضا نوعية البوتوكس اللي نستخدمه حسب التجاعيد وحسب العمق وأيضا حسب ممكن إرادة الشخص نفسه. بعض المواد ممكن تطول فترات أطول، بعض الآخر ممكن لها حسنات ثانية، أمور كثيرة. بعد التشخيص ممكن نختار النوعية اللي تفيدنا بطريقة اللي تكون مناسبة لنا. هذه الأمور اللي لازم نركز عليها بداية حتى ممكن نعرف إنه شنو نستخدم البوتوكس بالضبط. ممكن نلاحظ إنه من ضمن المشاكل اللي نعاني من عندها وذكرناها قبل التقرير واللي هي التعرق المفرط، ممكن نستخدم له دائما البوتوكس حتى نتخلص من عنده نهائيا، وأيضا الحقن راح يكون بسيط جدا وحسب الحالات اللي موجودة بطريقة بسيطة راح نلاحظ إنه الحقن يختلف تماما عن الحقن التجميلي. هاي الحالة راح نتخلص من التعرق بشكل نهائي وأيضا لفترات طويلة، قد تكون الفترة سنة أو أكثر، ممكن نكررها كل صيف أو ممكن نكررها كل أكثر كل سنة ونص أو غيرها من الأمور حسب الحاجة. بعض الأحيان ممكن ما يرجع التعرق مثل الأول، بعض الأحيان ممكن لا يقل عندنا لكن يحتاج لنا مواد أكثر أو غيرها من الأمور. طريقة الحقن بسيطة جدا أو العملية كلها شقد تستغرق، ممكن نلاحظ أن هي تستغرق دقائق معدودة، قد تكون المدة بكلها
تخديرها او غيرها من الامور. طبعا التخدير بعض الناس ممكن يكون هو ما بي الم نهائيا، البوتوكس الم يذكر يعني، لكن ممكن تكون الم الوغزه اكيد له فد نوع من انواع الخوف عند الناس. ممكن الناس بعضها تخاف من فكره انه ابره ممكن تنحقن بالجبين او ممكن تنحقن بين العين او قريب العين او غيرها من الامور. هذه الحاله لازم تحاول نخلي لهم تخدير موضعي اللي هو مثل الكريم، يكون على السطح لمده تقريبا ربع ساعه، بعدها نزيله ونبدي نحقن بالطريقه الصحيحه. طبعا راح تتعقم المنطقه حسب الاحتياج ونبدي نحقن بالاماكن اللي احنا محتاجينها. تعتمد الكميات اللي راح نحقنها بالبوتوكس على الحالات اللي عندنا. لو كانت تجاعيد حوالين العين فاكيد راح نركز على المنطقه اللي حوالين العين. بعض الاحيان ممكن يكون بين الحاجبين هي التجاعيد الاكثر، فنحاول نضيف لها بوتوكس. حالات معينه يحتاج نضيف البوتوكس مع الفيلر حتى يساعد على انه نتخلص نهائيا من التجاعيد اللي موجوده اللي بدات تصير كانه حفر بالوجه. هذه الحاله لازم نحقن البوتوكس ونترك فتره تقريبا اسبوعين، من 10 ايام الى اسبوعين حتى ياخذ شكله الطبيعي بالنسبه للبوتوكس، نقدر نحقن بطريقه اللي تعجبنا بالنسبه للفيلر. ايضا ممكن نلاحظ انه احنا بعض الحالات ممكن يكون عندنا الحاجب نازل او الحاجب منخفض، ممكن نرفع الحاجب بطريقه معينه، انه احنا ممكن نحقن الحاجب بطريقه حتى نرفع الحواجب مليمترات بسيطه، لكن ايضا يساعد على انه ينطي للعين وساعه وشكل يختلف. بعض الحالات ممكن تكون عندنا حاجب منخفض وتحب تجمل الامور عندها او ترفع الحواجب باستخدام بوتوكس. ننصح بهذه الحاله اذا كانت الحواجب اكثر من اللازم منخفضه فممكن نشيل الطرف ونضيف نوع من انواع التاتو، بعدها بعد ما يطيب الجرح نهائيا ممكن نحقن البوتوكس بالطريقه اللي تعجبنا. طبعا لازم يكون عندنا نقطه اساسيه نتعرف عليها، انه البوتوكس للرجال يكون ضعف الكميه بالنسبه للنساء او حسب احتياجاتهم. بعض الاحيان النساء تهمل نفسها لانه تبدي عندها تظهر تجاعيد ويحتاج لها ضعف الكميه الطبيعيه اللي ممكن نستخدمها لكل سيده. تعتمد المواد اللي نستخدمها او الكميات حسب احتياجنا، وايضا حسب المناطق اللي نبدي نحقنها وحسب الحاله اللي حابين نرفع حاجب او نخفض حاجب او غيرها من الامور. ايضا ممكن تكون عندنا الخطوط عميقه او الخطوط رفيعه او غيرها ممكن نلاحظ، لكن الحاله او تكون طريقه الحقن بعد الحقن مباشره ما راح نشوف النتيجه مباشره بعد الحقن، لازم يمر علينا تقريبا 3 إلى 4 أيام راح نبدي نشوف الفرق تدريجيا. طبعا بعد اسبوعين ضبط راح نشوف انه احنا النتائج النهائيه على حاجبنا او حتى على وجهنا بصوره عامه. طبعا بهذه الاسبوع بعد الاسبوعين يفضل انه نزور الشخص المعني اللي حقننا البوتوكس حتى نتاكد. ممكن تكون احنا حقننا بكميات متساويه بالجهتين، لكن جهه تحتاج اكثر من الجهه الثانيه ويحتاج الى تضبيط بسيط او اعاده بانه ممكن نحقن في مناطق معينه. وايضا ممكن يكون نهائيا ما يحتاج لنا اي شيء، بالعكس راح يكون الوجه كله كامل، او ممكن نضيف في مناطق احنا اصلا ما ضفنا لها بس حبينا التكمله لها. يبقى انه حسب الشخص والاحتياج وايضا حسب التجاعيد اللي موجوده عندنا. ممكن نلاحظ انه مناطق معينه اكثر من مناطق يحتاج لها ماده او ممكن يحتاج لها تضبيط او حتى اعاده بالتركيز، وهذه المواضيع بسيطه جدا بعد اسبوعين ممكن نركز عليها ويبدي يشتغل بالشكل الصحيح. بعد الحقن مباشرة ننطي بعض الإرشادات لكل شخص حقن بوتوكس حتى يكون عنده فكرة أنه ممكن يحصل نتائج بطريقة أفضل وأسرع. من ضمن الأمور اللي نحاول نقدمها للشخص أو من ضمن الإرشادات أو ممكن التحذيرات اللي ممكن نقدمها مواضيع بسيطة جدا. عمل مساج المنطقة بعد الحقن مباشرة مستحيل نهائيا، ما نحب نعمل هذه الحالة لأنه ممكن نلاحظ أنه إذا بدينا نعمل مساج ممكن يصير عندنا مشاكل أو يصير عندنا تأثيرات جانبية، وخصوصا منطقة فوق العين نلاحظ أنه ينخفض عندنا العين أو ممكن ينخفض الحاجب أو غيرها من الأمور، لأن إحنا حفزنا العضلات بطريقة خاطئة. بعض الحركات اللي ممكن نوصي بيها الشخص اللي هي تكون مثل رفع الحاجب او ممكن خفضه او ممكن الابتسامه او الغضب او غيرها حتى تساعد على ان نحرك العضلات بشكل اسرع، حتى الماده ممكن نساعدها انه تشتغل بشكل افضل. الماده راح تستقر باسبوعين ضبط بالوجه، بعدها ممكن نضيف اي موضوع احنا حابيه او ممكن نناقش باي نقطه احنا حابيه، لكن خلال هذه اول 3 أيام نحاول نركز، نحاول ننام على ظهرنا، لكن مباشره بعد الحقن 4 ساعات بنحاول ننزل راسنا او غيرها. ممكن نلاحظ انه حتى لو كانت رياضه بسيطه او خفيفه نعبر تقريبا 24 ساعه، بعدها ممكن نستخدم الرياضه اللي احنا حابينها وان كانت رياضه خفيفه غيرها من الامور. نبتعد عن الكمادات الدافيه او حتى الامور اللي ممكن تسبب لنا بانه ممكن تخلص الماده او ممكن ما تتفاعل بالشكل الصحيح او نحصل مشاكل اكبر. هذه الامور اللي لازم
لازم نركز لها قبل استخدامنا لنوعية البوتوكس، أو حتى ممكن نتأكد من هذه النقاط حتى نشوف دائما الفرق على وجهنا بشكل أفضل. هذه الأمور اللي لازم نركز عليها قبل حقن البوتوكس أو بعد حقن البوتوكس، هذه النقاط البسيطة اللي ممكن نلاحظها. من ضمن المشاكل اللي ممكن تظهر عندنا أو الآثار السلبية اللي ممكن تكون تقريبا معدومة، من ضمن الأمور أنه نلاحظ أنه ممكن يكون عندنا فقط مكان الحقن أو الوغزة ممكن يظهر عندنا لون كدمة مثل الزراق أو غيره، طبعا بعد يوم من ثلاثة يختفي. هذه في حالات معينة قد تكون البشرة حساسة جدا، قد يكون من خوف الشخص، أمور متعددة، لكن تخلص بعد يوم من ثلاثة. اي انتفاخ او مشاكل ما راح ياثر عندنا نهائيا ولا راح يبين، بالعكس راح ينتهي الموضوع وراح نرجع طبيعيين ما عندنا اي مشكله. ممكن نستخدم حتى الميك اب بعده مباشره. ممكن نلاحظ الى نقاط ثانيه ممكن تظهر، لو عملنا مساج او غيرها ممكن ينزل عندنا الحاجب بطريقه تطول تقريبا عندنا اسبوعين او اقل ويرجع الى شكله الطبيعي. فيفضل انه قبل عمل اي حاله من الحالات نتاكد بانه احنا ما محتاجين او احنا ملتزمين بالشكل الصحيح بالتعليمات حتى نحصل دائما على النتيجه المرضيه والنتيجه الصحيحه، لانه اي خربطه ممكن نلاحظ بها مشاكل قد تسبب لنا ايضا اثار جانبيه طويله، وممكن مشاكل يعني لمده اسبوعين او ثلاثه احنا في غنى عنها. من ضمن الامور اللي لازم ننتبه لها ايضا باستخدامنا البوتوكس انه احنا نركز على المناطق اللي نستخدمها. ممكن نلاحظ انه بعض السيدات يحتاج لهم نحقن منطقه فوق الشفان، وبعض السيدات ممكن يظهر عندهم بسبب، او حتى الرجال ممكن بسبب التدخين او غيره، نحاول نحقن بكميات قليله. ايضا يعتمد حسب الشخص وحسب الحاله الموجوده عندنا، والكميات تكون كل ما كانت اقل كل ما كانت افضل، والمواد تعتمد حسب احتياجنا وحسب نوع التجاعيد اللي موجوده عندنا. وصلنا وياكم نهاية فقرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا على موضوعنا عن البوتوكس والتخلص من التجاعيد. شكرا لكم. Everybody's wrong.
يسلمك. كملين وياكم مشاهدينا فقراتنا ومواضيع برنامج يوم جديد، لكن هذه انتقاله الى استوديو الاخبار مع زميل حسن البياتي. صباح الخير. صباح الخير علي، وصباح الخير انتم ايضا مشاهدينا الكرام في موجز اخبار راس الساعه القادمه. الامين العام للامم المتحده بان كي مون يرحب باعلان نتائج الانتخابات العراقيه ويدعو الى الاسراع في تشكيل الحكومه المقبله. ائتلاف الوطنيه بزعامه الدكتور اياد علاوي يحصل على 21 مقعدا في مجلس النواب المقبل. توزعت المقاعد بواقع مقعدين في ديالة ومقعد واحد في بابل ومقعدين في الأنبار وأربعة مقاعد في نينوى ومقعدين في صلاح الدين، فيما حصد ائتلاف الوطنية 10 مقاعد في العاصمة بغداد. الملكي يدعو الفائزين في الانتخابات إلى الانفتاح على ائتلاف دولة القانون، ويدعو خلال مؤتمر لائتلاف دولة القانون إلى الإسراع في عقد جلسة مجلس النواب وتشكيل حكومة الأغلبية السياسية. خبراء قانونيون يحثون نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي على دعوة البرلمان الجديد للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوما من تاريخ تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات. النائب عن التحالف الكردستاني محمى خليل يقول إن هدف الوفد التفاوضي الذي شكله إقليم كردستان العراق هو تشكيل حكومة قوية وتغيير الواقع الحالي في البلاد. قيادة عمليات بغداد تعلن منع تجوال الدراجات والعربات المسحوبة بأنواعها استعدادا لزيارة الإمام الكاظم بذكرى شهادته التي توافق في 25 من رجب. رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت يعلن أن الحكومة المركزية تدرس حاليا صيغة حل لأزمة الأنبار وإنها عازمة على إنهائها بالطرق السلمية لتجنيب المواطنين المزيد من الخسائر. وأخيرا وفي الأخبار العربية، مرشح الرئاسة المصرية يحصل على أصوات تفوق المرشح الآخر حمدين صباحي في نتائج التصويت للمصريين في الخارج. نهاية الموجز، عودة من جديد إلى يوم جديد والزميل علي. شكرا حسن، ومستمرين معكم مشاهدينا في تكملة تقاريرنا المنوعة. هذه المرة انتقال إلى لبنان، حيث التقت عدسة برنامج يوم جديد بالفنانة اللبنانية ريتا حايك. خلونا نشاهد. ريتا، اخر شيء كان عامل ضجه هو مسرحيه كعب عالي، وهلا عم بتشاركي بمسلسل كفا اللي بيحكي عن العنف ضد المراه. خبرينا اول شيء عن كفا، كيف ملاقيه القصه عالي؟ الحمد لله الناس حابين، مع انه قصه قاسيه وثقيله يعني وبتحزن كثير. في ناس ما كثير عم يتحملوا يحضروها، بس هذا الواقع، ونحن هدفنا انه نصدم لحتى تطلع صرخه العالم وننزل على الارض لحتى نرجع نطالب بتعديل هذا القانون المشوه لحمايه النساء قبل ما يمضي رئيس الجمهورية. خبرينا شوي بريفلي عن القصة اللي انت عم بتجسدي. هي قصة بنت اسمها تيريز، بنت ضيعة، بنت مؤمنة كتير، بنت بيت معنفة شوي من بيها، بتهرب من بيت الاهل لتتزوج انسان تنغرم فيه، بيطلع هو كمان عم بيعنفها، عم يلعب دوره يوسف حداد، تحية كتير كبيرة لإله. وهون ببلش اذا بدك الصراع، هي بين انه بتحبه كل مره بيعتذر منها وبيبكي، وبين انه ما بقى فيها تعيش هيك حياه معه. كل حلقه او كل قصه بتركز على شيء معين، مثلا في قصه انا مركزين اكثر على التعنيف والضرب، القصه اللي بعدها على الاغتصاب الزوجي، يعني في عده مواضيع. بركب عليك ناطره الفرصه اللي بدي ارجع استغلها على التي في، وكفى اجى بوقته، لانه كفى تاني مثل ما قلت تاني نقيض للشخصيه اللي لعبتها، يعني جوجي البنت القويه والجريئة، هون عندك تراز البنت المتزمتة، البنت يلي تراديشنال إذا بدك أو تقليدية. فبيهمني كنت روح من إكستريم للتاني، من نقيد للتاني، لحتى أثبت للناس أنه طبعاً الممثل فيكون عم بيلعب كل الأدوار وينجح ويقنعهم فيهم كلهم. أكيد. وأنت وين بتلاقي حالك أكتر؟ وين؟ بين أي دورين؟ أنا بين الاثنين، بجرب أعمل بالانس، توازن. بس كلنا عنا من الشخصيتين، عندي شوي من تراز وشوي من جورجي، يمكن أكتر من جورجي بعتقد. ريت تخبرينا شو في عندك تحضيرات جديدة غير السلسلات كفا؟ غير كفا عندي كتير مشاريع جديدة بين مسرح وسينما وتي في وتقديم، بس هلأ ما في أحكي بشي لأنه بدي أخذ الخيار المناسب
بالوقت المناسب لإلي، لأن ما فينا نعمل كل شيء بذات الوقت، أكيد ما فينا نحمل 100 بطيخة، وبس تصير القصص تنجبل نحكي فيها بنبقى لوقتها. أنت وين حس حالك ميلة أكتر غير صوب السينما هالمرة؟ ولا عبالي أعمل سينما بعد ما عملت. هلأ في كمان بروجرام على دبي تي في بعنوان أحلى بأي تمن عم بقدمه، وهو منتج شركة باريبا، بيحكي عن عمليات التجميل، ضحايا عمليات التجميل. هلأ عم نصور آخر كم حلقة وعم بنعرض حاليا كل نهار جمعة الساعة 9 على دبي تي في. انتقادنا أيضا مشاهدين إلى تقرير آخر يتحدث عن إطلاق الفيلم الأمريكي Heaven is for Real. هذا الفيلم اللي يعتبر من أنجح الأفلام حاليا واللي حقق نجاح كبير في شباك التذاكر. خلونا نشاهد. أطلق في دور العرض العالمية الفيلم الدرامي الجديد Heaven is for Real، ويعني الجنة حقيقية. وهذا الفيلم حقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر العالمية من خلال الإيرادات الكبيرة التي حققها خلال الأيام الأولى من عرضه. وقصة الفيلم مستوحاة من رواية ناجحة جدا قدمت عام 2010 اسمها هيفن، أي الجنة، وتناولت القصة حياة صبي يخضع لعملية خطيرة جدا. بعد أن يفيق الصبي من العملية يحكي لأهله قصصا غريبة. هذا الصبي يدعي أنه التقى بالسيد المسيح، وما أكد حقيقة قصته أنه قام بوصف أشخاص وأحداث بشكل دقيق جدا. هذه الأحداث وهؤلاء الأشخاص الذي قام بوصفهم لم يسبق له أن شاهدهم، وليس من الممكن أن يكون قد التقى بهم أساسا. عندما عرض الفيلم للمرة الأولى لم يكن قد حظي بحملة دعائية كبيرة كباقي الأفلام المهمة، إلا أنه ومنذ اليوم الأول لعرضه احتل المركز الأول بين الأفلام العشرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى الآن لم يهبط الفيلم دون المركز الثالث، حتى مع المنافسة القوية من فيلم جوني ديب الجديد ترانسندنس، وكذلك فيلم بيرز وفيلم الرعب هونتيد هاوس دور. Nancy, the kids, the children. Is Sing Amazing Grace? Just stay still, baby. Okay. Stay still. Okay, just breathe. Okay. Breathe. I got you. It's all right. Did you punch a kid in the nose? They're gonna make you full of Colton. Yeah, she's gonna get a spanking. Heck no. She's gonna teach you to hit without hurting your knuckles. I wanna believe him. But everything he talks about is impossible. You saw heaven? What does it look like? It's beautiful. We all wanna be supportive, but we can't have our town turn into a circus. They don't believe me, do they? Some people might be afraid to believe. Don't you think we need to be talking about this life? Do you think my son went to heaven? You don't have to worry. He told me everything was all right. He's making a difference. Haven't we already had a glimpse of something? In the first cry of a baby, the courage of a friend, the love of a mother, a father, I see it, so I believe it. Do you? نبقى مشاهدين ضمن الأجواء العالمية، وهذه المرة إلى مهرجان كان، حيث نشاهد جلسة تصويرية على هامش هذا المهرجان. خلونا نشاهد. ضمن نشاطات مهرجان كان لهذا العام أقيمت جلسة للتصوير، ولكن هذه المرة كان نجم الجلسة شخصية كرتونية، إنه التنين عديم الأسنان، وهو بطل فيلم How to Train Your Dragon في جزئه الثاني، والذي يشترك في المهرجان حتى قبل أن يعرض في دور العرض العالمية. نعم،
وينضم للتنين النجم كل من الممثلين جاي باروشيل والممثل أمريكا فيرارا والممثل جايمون هاونسو. ويذكر أن فيلم هاو تو ترين يو دارغون يعد من الأفلام المرشحة لنيل إحدى جوائز المهرجان هذا العام، وتتناول قصته الجزء الثاني للفيلم البطلين هيك آب وهو مراهق وصديقه التنين عديم الأسنان. وقد كان الجزء الأول من الفيلم قد أطلق قبل 5 أعوام وقد حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في دور السينما العالمية. ضحى الكاتب فنانة تشكيلية لها أسلوبها الخاص في الرسم على القماش مثل ما لها اهتماماتها الأخرى في التصميم والأعمال الفنية الأخرى، وهي ضيفتنا في يوم جديد، فلنرحب بها. صباح الخير. صباح النور. شلون صباحها؟ أهلا وسهلا. التجربة هي صاحبة الفضل الأول في مسيرتك في عالم الفن والرسم وهذا العالم الجميل. نعم، الحقيقة الميول الفنية منذ الصغر كانت موجودة لدي، ولم تتاح لي الفرصة لإكمال دراستي في المجال الفني، فكانت دراستي في مجال آخر في مجال الإدارة، لكن استمرت هذه الرغبة موجودة في داخلي، ولا بد من يأتي لها وقت وأن تتفجر بصورة ما، فبدأت أمارس بعض الأعمال الفنية. بالحقيقة كانت البداية مختلفة عما أنا عليه الآن، كان أكو بعض التخوف بسبب عدم دراسة الفن أكاديمياً، لكن بمرور الوقت وبالتجارب والممارسات والاطلاع الكثيف على أعمال الفنانين وعلى تجارب الفنانين، استطعت أن أجد لنفسي مجال وأجد في نفسي نوع من الجرأة للولوج إلى هذا العالم، فدخلت مجال الفن بطريقة مختلفة نوعا ما عن الباقين، وهي استخدام القماش في الفن التشكيلي. طيب، الرسم على القماش هل هو صعب ومختلف عن الرسم على الورق مثل ما نلاحظ الآن؟ هذه إحدى الرسومات لك، ماذا تعنين بهذه الرسومات وهذه الألوان؟ هل هو أكيد ببعد روحاني روحي إن صحت التسمية للفنان وللرسام، مثل ما نعرف أن الرسام روحيته مباشرة تنعكس للألوان والفرشات والأدوات اللي يستخدمها وأيضا لرسوماته والرموز اللي يستخدمها. بالطبع اللي كل اللي ذكرتي صحيح، بس هناك نقطة مهمة، هي ليست رسم على القماش. هو تشكيل بواسطة القماش. أي الرسام يستخدم الألوان والفرشات لتكوين يرسم اللوحة على الكانفاس الأبيض. طريقتي مختلفة. أنا ألواني ليست هي العصارات اللونية الزيتية، أنا ألواني هي ألوان القماش. والأشكال بدل أن أرسمها بفرشة أستخدم المقص أكون الشكل اللي أريده، فهي نوع من أنواع التركيب. نوع من أنواع التركيب. الخامات تختلف وتتعدد، ومن حيث ملمسها ومن حيث لونها ومن حيث شكلها، استغليت هذا الاختلاف في صنع تباين من نوع معين في اللوحة يعطيني تأثيرات معينة تجذب المتلقي لهذا العمل الفني. مثلاً خلينا نقول الخامات الخشنة نقدر أوظفها للأبواب، تنطيني فد تكون بارزة
البروز هذا احنا اني اتحكم بيه يعني نرفع السمك مالته نعم اكو اشياء بارزه نعم. الخامات اللامعه اللي مثلا هي الستان الازرق كلش حلو انه يتوظف كان يكون قباب قباب بغدادية طبعا انا احب التراث اكثر شيء موظفة مواضيعي للتراث. طيب من الفنانين التشكيليين انت متاثره بهم من الاسماء؟ بالحقيقه التاثر بالفنانين التشكيليين احنا بالبدايه طلعت على كثير من الاعمال لكن انا بالحقيقه هوايتي ليست الرسم بالتحديد انا هوايتي التشكيل بواسطه القماش نعم. فوجدت الاقرب الى نفسي نعم. ان ابحث للاطلاع على اعمال الفنانين اللي يشتغلون بالميكس ميديا ارت اللي هي الخامات المتعدده طبعا هو فن حديث ما بعد الحداثه وهو توظيف الخامه بصورة معينة أو استخدام المواد الموجودة كأن تكون بقايا معدنية أو أنسجة توظيفها في اللوحة لإيصال فكرة ما من خلال هذا التوظيف. متى تلجئين إلى استخدام الأقمشة المرساة الناعمة ومتى تلجئين إلى الأقمشة الخشنة؟ طبعا ممكن احنا مثلا بالفكره تكون كل شيء حالم ممكن انه يكون ناعم لامع كالحرير كل شيء نريد ننطيه خشونه او ننطيه صلابه يعني نستخدم الاقمشه الخشنه. طيب انت ذكرتي ضحى انه تلجئين الى التراث، هل تجدين في التراث هناك جمال، هناك لوحات، هناك تعبير، هناك عمق؟ انصحت التسمية، هناك بعض الأشياء ترمز وتدل على ما بداخل ضحى الكاتب؟ التراث الحقيقة انطرق في أعمال كثير من الفنانين نعم. وقد نقول أنه أشبعوا استخدام بحيث يعني تغطت معظم جوانبه، فكان أكو فد نوع من التخوف يعني في بدايتي أنه تم نصحي أنه راح سكيتشات كان عندي موجودة يطلعون عليها بعض الأصدقاء يقولوا لي ضحى بس هذا الشيء مطروق كثير سبقوش إلي ويعني خاف أنه يكون يعني غير يعني ما راح يضع فد شيء جديد إليك، لكن أني اللي صار أنه كانت عندي ثقة بأنه طريقتي هي الطريقة الغير مستخدمة الحديث في لوحاتي أنه استخدام القماش بطريقة التركيب أو طريقة الخياطة في إبراز التشكيل يعني في اللوحة، فلذلك ما كانت عندي هذا الخوف أبداً. فمن تنعرض اللوحة بمعرض يمر زوار المعرض أول يباعون على اللوحة بعدين صرفت مفاجأة هذه مو رسم هذه مو رسم يعني الوهلة الأولى قد تبدو رسم نفس يوقف. الموضوع أنا هسه تعرضت له صح في بداية الحديث وبداية الكلام، إذن هناك بصمة جميلة رائعة منك وثقة موجودة أيضا هناك، أنت تؤمنين بإرادتك وبفنك وهذا واضح جدا على اللوحات. طبعا كنا نتمنى أنه تكون هناك لوحات أكثر معك بس أعتقد أن اللوحات كلها كبار يمكن ما راح تقدرين أنه ولا حتى نستوديو يسع. أيضا شلون تختارين الأفكار والموضوعات بعيدا عن التراث؟ لو اختار الضحى الكاتب موضوعات للحداثة وللمستقبل الفيوتشر شلون راح تقدرين أو الحاضر حتى؟ الفنان يمر بمراحل عديدة لما يحس أنه يعني طبعا هي أهم شيء التجريب يعني بالنسبة إلي لأن أنا مو دارسة فن، فأهم شيء بالنسبة إلي التجريب بالفن. أكو خامات تستفزني مثل بعض أنواع الأقمشة، بعض أنواع المعادن، بعض المعاجين، هذه يعني تستفزني ممكن أني أكون موظفتها بطريقة مختلفة تماما عن يعني تكوينها الوظيفي هي كمادة نعم. فهذا بديت أشبع بها رغبتي بأن أوظفها للتراث، بديت أكسي بها المباني التراثية اللي
كأنما التراث أصابه نوع من الإهمال أو الأري، فبديت أنطيها فد نوع من الدفء، فبديت أجسد المباني التراثية أو اللوحات التراثية، بغداد على يعني الأعم الأشمال، مواضيع تاريخية تحبيها وتداعي بها وتكلميها بالطبع 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 لوحاتك التشكيلية. فبعد هذه المرحلة حسيت أنه لا، أكو بداخلي شيء أكثر، أنا أطمح أنه أوصل بهذه الطريقة الفنية. فكان مشاركتي في المعرض الأخير، معرض فنانات تشكيليات في جمعية الفنانين التشكيليين، كانت مشاركتي لوحة يعني منفذة بأسلوب الحداثة بعنوان طرود، نهائيا ما تشبه هذا الشغل، ما لها علاقة بالتراث. إشلون؟ وجهت بها رسالة عن وضع العراق الحالي، أو ما الذي أوصل العراق للوضع الحالي. إذن أنت تتكلمين عن الحاضر. نعم. استخدمتي أكيد الأقمشة الخشنة. بالطبع بالطبع، أقمشة خشنة، لأنه هو هذا اللي راح يعبر. أيضا كان بها حرق، وكان بها بعض يعني مؤثرات، فإنه تنطيك فصورة عن نوع الطرد السلام اللي جانا جاهز، وهو لم يكن بالطبع طرد سلام. طيب، ماذا تلجئين إلى التصميم بدلا عن الرسم؟ طبعا هو خط ثاني، التشكيل كفن تشكيلي في مجال إنتاج اللوحات الفنية، هذا عندي. بالإضافة إلى ذلك أنا عندي خط ثاني اللي هو تصميم بالنسبة للأزياء بنفس الطريقة، طريقة التركيب بالأقمشة. بالنسبة للمكملات الديكور أيضا أعمل بها، أحسها هذه هوايتي الخاصة، يعني اللي إذا ما دا أشتغل لوحات وفن أنا فدا أشتغل أعمال يدوية. متى شعرت ضحى بأن لها هذه الموهبة الرائعة وبدت أنه تنفذها وتكون موجودة على أرض الواقع؟ صدقي يعني منذ الطفولة الباكرة، بجمع قصاصات القماش أو الألوان، حتى يعجبني أبتكر أشياء يعني جديدة مثلا بالرسم أو بالأعمال اليدوية كانت تطلب من عندنا بالمدرسة. كنت تطلعين الأولى أكيد، مو صحيح؟ بالابتدائي كلها تطلع أولى، نحكي بعدين. هل هناك أحد اكتشف هذه الموهبة منذ الطفولة ومنذ الصغر لضحى؟ نعم. وتبناها بالطريقة الصحيحة وساعدها، لكن اكتشفت هذه الموهبة لكنها لم تتبناها بالطريقة الصحيحة، بالعكس كنت دائما يحاولون يدفعوني في طريق آخر. لماذا؟ بالعكس هو هذا شيء رائع، يعني تغيرت المفاهيم هسه. نعم. هسه صار غير شكل، بس قبل كان أكو بعض التحفظات، أعتقد بسبب ظروف كان يمر بها البلد أو يعني ما كان مرغوب هذا المجال هالقد. مع العلم بالعكس انت تجسدين موضوعات وتجسدين حالة وصورة وايضا حتى واقع. صحيح. ميبي وتترجميها. صحيح. عن طريق هذه اللوحات الرائعة، وهناك من اكيد يستبشر خير بها ويعرف شلون يقيمها. هناك كثير من الأساتذة والدكاترة بالعراق يعرفون. صحيح. مدى عمق ومدى أهمية هذه اللوحة. أنا كنت أتحدث يعني. نعم. مو كاتجاه. نعم. أساتذة، أحكي كاتجاه عائلي، كانوا. نعم. يوجهون إلى نوع آخر من الدراسة. أمو هي هاي المشكلة اللي نحن نعيشها مع الأسف بمجتمعنا، أنه إحنا ما نكتشف الطفل ونكتشف مواهبه منذ الصغر حتى. صحيح. نوظفها، بدليل أنه أنت قلتي أنا ما درست مدارسة يعني مثلا معهد فنون أو كلية فنون أو حتى يعني، لكن أنا هسه أدرس. ما شاء الله، حلو، يعني خلاص الحلم تحقق نقدر نقول. اي فعلا، انا ادرس بمعهد الحرف والفنون الشعبيه. عندي مجموعه من الطلاب ونحاول نوصل لهم يعني، طبعا بس هنا احنا ندرسها كحرفه اكثر من كفن بسبب يعني الطبيعه الوظيفيه للمعهد. ف كنت أدرس بقسم الخياطة والأزياء، والآن راح نسوي ورشة أعمال حرة
للتصميم ولل... لكن سطحة، هل هناك مواضيع أو قوانين محددة عن طريقها تقدرون أنه تدرسون أو تصلون توصلون المعلومة للطالب؟ أنا اللي أعرفه أنه الفن هو infinity، يعني ما بي أي نهاية، عمق له بداية لكن لا ليس له نهاية نهائيا. طبعا هو إحنا نحاول أن نربط بين الفن كفن والحرفة التراثية، بسبب قلت لك أنه هو المعهد من أجل الحفاظ على الحرف التراثية القديمة، ضروري جدا. فممكن فإحنا ما نقدر، يعني اتجاهنا وليس باتجاه مثلا من أقول أنا سويت معرض بلوحات للفن الحديث، لا هنا أنا راح نرجع كلش للتاريخ. نعم. راح نرجع كلش للتاريخ أو نرجع إلى التراث. يعني بس نحاول نوظفها بطريقة أنه تقدرين تستخدميها، تجمعين ما بين الماضي والحاضر، بالماضي والحاضر. نعم. وتقدرين تستخدميها بوقتنا الحاضر. يعني أنا ما أريدها حاجة تراثية كزينة فقط، لا، أنا أنطيها وظيفة، نعم، كتوظيف للعمل الفني، أستخدمها بالوقت الحاضر كمادة تزيينية أو كمادة لوظيفة معينة، استعمال معين بنكهة تراثية. رائع جدا. طيب المرأة هل هي حاضرة بلوحات ضحى الكاتب؟ بالتأكيد بالتأكيد، هو اللي ينظر إلى لوحة يعرف أنه هذه اللي مسويتها امرأة، لأنه بيها كثير من الرومانسية، كثير من الزخرفة، كثير من الرتوش اللي دائما الرجل يبتعد عن هذه، يعتبره فن أنثوي يعني. واضح من الألوان اللي أنت لابستها بصراحة، يعني واضح الأنوثة عليها. شكرا. وهذه الابتسامة الله يديمها عليك يا ربي. طيب غير الرسم والتصميم هناك أعمال أخرى أنت ذكرتيها أيضا، هناك هل هناك أيضا إبداع بمنطقة أخرى لكن ضحى لم تعمل أو تشتغل عليها؟ بصراحة العمل الفني لما تشتغلين بفد موضوع معين أو فد نوع من أنواع الفن بدون أن تشعرين، تحسين هذه التجربة راح تقودك إلى تجارب قد تكون بعيدة كل البعد عن اللي أنت تشتغلين. يعني مو بالشرط أنه تكون مثلا أنت تشتغلين مجال الأزياء أو تشتغلين مجال اللوحات، تقودك إلى فكرة تتركب على فكرة. اكتشفتي شيء جديد؟ اكتشفنا أشياء جديدة إن شاء الله نحاول. مثل؟ شنو؟ أشياء جديدة دا أعمل عليها، إنه نوع من أنواع الجداريات التراثية مصنوعة بالكامل من القماش وبنكهة عراقية خاصة، بس لكن لحد الآن ما طرح العمل دا عمل بالمنطقية. أين تستخدم؟ أين تضعيها؟ تستخدم أيضا، تستخدم كتزيين للجدران، وأيضا ممكن أن تستخدم في أعمال الديكور أو يعني في المنازل، في المكاتب، في الشركات، في المؤسسات مثلا المبيع الحكومية أيضا. إذا هذا الموضوع استثماري، موضوع حلو بصراحة، يعني فكرة جدا رائعة مبدئيا، فكرة جميلة. لو تطرحيها على من سوف تطرحيها؟ أنا بالتأكيد يعني النية في طرحها راح تكون من ضمن مجال عملي، يعني من ضمن دائرتي اللي هي دائرة معهد الحرف والفنون من التراث. يعني أنا دا أحاول أنه أبدي من هذا المكان بسبب الموضوع أنه ينتمي إلى التراث أيضا، وأحاول أن يستفاد مني طلابي أكثر. طيب المعارض في العراق، هل المعارض للفن والرسم والتشكيل أيضا هل هي تحظى باهتمام المسؤولين، تحظى بالاهتمام باهتمام الجهات المعنية، هل تحظى باهتمام حتى المثقف العراقي أو حتى المتلقي العراقي والمواطن الطبيعي؟ هي هنا تكمن المشكلة. إحنا معارض تكمن العبارات. أي معارض أكو تصير معارض. حلو. لكن خلينا نلاحظ قد تكون يعني جهات مسؤولة عن إقامة معارض، وقد تكون معارض شخصية لبعض الفنانين، معارض مشتركة، أو أن تتبنى جهة أنه كنوع من الدعاية إلها أو من ضمن اهتماماتها لدعم الحركة الفنية العراقية أن تقيم معارض تدعي لها فنانين. لكن اللي دا ألاحظه أني، نعم، الحضور اللي يكونون متواجدين في هذه المعارض هم الفنانين نفسهم وأصدقاء الفنانين أيضا من ضمن الوسط الفني وبعض النقاد. أنا أريد يعني الشعب العراقي
أو الإنسان العراقي يعني ما أعرف ما عنده متسع من الوقت أو ما عنده في جدوله أنه يزور معارض فنية ويطلع عليها، فلذلك ما نشوف وجوه غريبة من يصير معرض هي نفس الوجوه اللي دا تجي، يعني أكو فد هو بين الفنان وبين الـ برأيك بسبب الإعلام، بسبب الإعلان، بسبب الفنان، بسبب الجهات المعنية، بسبب عدم وعي وإدراك من المتلقي مثلا، هل هناك بسبب هموم العراقي بصورة عامة؟ يعني أعتقد هموم أكبر من أنه تتيح لهذا المجال أن يحضر حفلة للفرقة السيمفونية أو يحضر معرض فني أو يعني أنا لو يعتبر المواطن المثقل بالهموم هو بالتأكيد من حقه لأنه الظروف بسبب الظروف، لكن يعتبرها لو يعتبرها أنه هذا منفذ للترويح عن النفس صحيح. أعتقد لكان هناك فرصة للتعاطي أيضا صحيح هذا. وتواجده أعتقد أنه هو راح ينطيكم بوش أكثر أي. والإعلام والإعلان عن المعارض والإعلام دوره في أنه توجيه المواطن إلى أنه يزور معارض فنية أو يزور كونسرت لحفلة للفرقة لكن السيمفونية. لكن صباحا لو نكون واضحين، هناك تقارير، هناك مثلا عدسات الكام موجودة تلاقيها بأكثر المعارض اللي تكونون حضراتكم صحيح. بيها صحيح. مدعين مثل حضرتك تغطيات هناك كثيرة. إذن الإعلام نوعا ما هو يعني يدعى احنا ما نقول هو مصفر لا بس لا. يعني يحتاج لنا أكثر توعية أكثر. إذن نعم. الإعلان أيضا الإعلان هو مهم. الإعلان مهم. هذه مهمتكم أنت برأيك؟ الفنان بالحقيقة تقع على يعني كاهليه ثقل يعني كبير صح. أولاً إقامة المعارض أصبحت يعني شيء مكلف بالنسبة للمعارض الشخصية وهي كلها جهود من تبدي شخصية. من إيجار قاعة إلى أنه كلفة الفولدرات إلى أنه يعني دعوة الجهات الإعلامية فهذا فيحتاج إحنا نحتاج كفنانين أنه تكون أكو جهات كأن يكونون وكلاء أعمال لبعض الفنانين يعني يصير مثلا كل مجموعة فنانين عندهم وكيل في إقامة معارض أو في يعني يحتاج دعم يعني إحنا أو اهتمام اهتمام على الأقل يعني أو دعم حتى في مجال التسويق نعم. يعني الـ 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 مو كل فنان يعرف يسوق أعماله يعني نحتاج هو يعرف يبدأ ويرسل يعني هذه مو شرط بعمله لكن يبيع. هو مو شرط ناس اختصاص التسويق العالم خاص شوية احنا هنا نحتاج الى العمل على هذا الموضوع اكثر ضحى الكاتب انا اتمنى لك كل موفقية ودوام هذه الابتسامة والأنامل الذهبية دائما إن شاء الله راح إحنا نكون متواصلين معك وأتمنى أنه نكون مدعوين دائما للمعارض اللي تقيمها أنت وبقية الزملاء تحياتي إليك شكرا جزيلا لتواجدك وشكرا للمشاهدين اللي يتابعونا دائما مع ضيوفنا الدائمين في يوم جديد راح أروح لفاصل قصير وبعدها راجع لكم مشاهدينا تتابعون دائما وابدا مع زميله جنان فيكتور فقره الزودياك والابراج وتوقعاتها والارقام وعلم الفلك والى اخره هذه التفاصيل راح تكون مع زميله جنان صباح ويا جنان صباح الخير منال وصباح الخير لمشاهدينا الأعزاء أهلا وسهلا وفقرة زودياك لهذا اليوم الخارطة الفلكية تتكلم هذا اليوم بانتقالة الشمس إلى برج الجوزاء الهوائي وأصبحت أنهت الشمس خلو مسار لكي تستقر في برج الجوزاء غادرت برج الثور الترابي وانتقلت إلى برج الجوزاء ترى في انتقالتها هذه راح تبدأ سنة فلكية لمواليد برج الجوزاء فأقدم تهنئة لكل مواليد برج الجوزاء أتمنى لهم الخير والموفقية ومن ضمنهم مخرج البرنامج أستاذ فراس اللي هو من مواليد برج الجوزاء حسب علمي
فبدأت الشمس بالدخول إلى هذا البرج، وهل ستكون هذه الفترة إيجابية لأبراج وسلبية لأخرى؟ على ماذا نركز في حياتنا؟ الإنسان قد تصادف أوقات وفي أيام معينة قد لا تكون توجهاته أو مخططاته مفيدة للسير في مضمار معين، لأنه قد يلاقي عثرات. على ماذا نركز في هذه الفترة التي تكون الشمس بها موجودة في برج معين، وأي بيت يحتاج من عندنا أنه نضع له الأولوية؟ هذه هي أهمية دخول الشمس وتحركها. الشمس عادة بحساب الأبراج الأوروبي وحسب التقويم كل يوم تنهي درجة، مثل ما إحنا نعرف اليوم 30 يوم، فتقطع كل يوم درجة حينما تدخل في البرج. إذن تهنئتي لكل مواليد برج الجوزاء، وأتصور أنه هذه الفترة إن شاء الله راح تكون فترة موفقة مع تزامن حركة الكواكب في شهر 7 و8، راح تكون فترة إيجابية لكم جميعا يا مواليد برج الجوزاء إن شاء الله. وراح تنتقل أيضا نقلة القمر إلى برج الدلو الهوائي مع وجود الشمس في برج الجوزاء، هذا راح يخلي هناك تناغم بين 3 كواكب حسب الخارطة الفلكية. 20/5 يعني هذا المعنى، مولود برج هذا اليوم يكون إنسان حساس ورومانسي إيجابي، يحب الناس بشكل، ولكن يتميز بتقلب الطباع، فأحياناً نراه إنساناً رومانسياً حالماً وطيباً عطوفاً، يحب الأهل يحب الناس، وفي أحيان نراه غاضباً ثائراً يريد أن يقلب الطاولة. بالنسبة إلى مواصفات أخرى، نعم ابني، نعم أزهار من أربيل، أستقبل أول اتصال بالفقرة، تفضلي أزهار. صباح الخير. السلام عليكم. صباح الورد دينار. صباح الورد بنتي، تفضلي حبيبتي. العفو دينار، أنا من مواليد 19/78. 19/9/78. نعم يوم. وزوجي 1/1/77. 1/1/77. نعم بنتي. زين سيدنا، شوي عندنا مشاكل هاي صار لها سنة ونص، فأريد أعرف يعني كل حال هاي المشاكل شو وقت هو إلنية يعني للزواج اللي بيتزوج، فإذا ممكن يعني تشوفي لي الوضع يعني شلون. الله يساعدك، الله يساعدك بنتي، الله يساعدك يا بنتي، لأنه هذه من الصعوبة أنه المرأة تتقبل أنه الزوج يرتبط بإنسانة ثانية إلا إذا كانت ظروف يعني صعبة. إن شاء الله بنتي الحبيبة، طولي بالك حبيبتي، وتابعيني على التلفزيون، أتمنى لك الخير والموفقية. تابعيني على التلفزيون، شاكرة لك ولاتصالك بنتي. أكو اتصال ثاني؟ ماكو. سهام من بغداد، نعم تفضلي يا سهام. صباح الخير. صباح النور. شلون كل الهلا بنتي الحبيبة، أهلا بيك يوم، تفضلي. أنا 19/5/86، ممكن أعرف مواصفات برجي ومواصفات هذا اليوم وأرقامي وش تعني لي؟ مصاف، أولاً أقول لك كل عام وأنتي بخير. وأنتي بألف خير. كان البارحة عيد ميلادك بنتي. إيه نعم. إن شاء الله إن شاء الله سنة فلكية مباركة عليك بنتي الحبيبة. أشكرك. تريدين مواصفات برجك وماذا بعد؟ والأرقام إيش تعني لي؟ يعني أحكي شوي عن أرقامي. حاضر. أرقامك وتدللين بنتي. شكرا. كل الهلا، كل الهلا بنتي الحبيبة، شاكرة إلك ولاتصالك. نعم اتصال آخر اللي أتكلم عن الخارطة الفلكية. عندنا إسراء أيضا من بغداد، أهلا وسهلا إسراء، صباح الخير. صباح الخير حبيبتي. كل الهلا حبيبتي، شلونش عيني؟ الله يسلمك حياتي. أنا مالك عرفتيني؟ ايه عرفتك. 6/6. كل الهلا حبيبتي، يا هلا، شلونك اخبارك؟ جت مال عمليه اليوم، ما بقدر احضر. ها عيني؟ ايه
ما اقدر اخابس لان هي يوم تسوي عمليه. ادري هو اني هسه داريد اسالك شلونك يوم؟ الحمد لله هي تقلب ونجحت. اكيد تنجح يا عمري، اكيد تنجح، لان احنا بالتوقع يعني ان شاء الله باذن الرب اولا ان شاء الله تكون ناجحه تماما، وان شاء الله حياتك كلها تكون ناجحه بنتي بالشفاء العاجل والتام. حاضر حبيبي، وانت مسويه عمليه تريدين ترتبطي؟ اكو ارتباط، اكو قولي يا الله، قولي يا الله. حاضر بنتي، حاضر كل الهلا كل الهلا بنتي الحبيبة. أكيد الخارطة الفلكية لهذا اليوم وستكون هي لي من يولد هذا اليوم، هذه خارطة الفلكية، يكون من مواليد برج الجوزاء، حلو الطلة، متقلب الطباع، يأثر عليه عطارد بشكل كبير لأنه يحمل الرقم 5، إنسان نشط، حرك، مفكر، يحب الناس بشكل، لكن تقلب الطباع يكون عنده هذه شوية نوع من السلبيات الموجودة، لكن الإيجابيات أكثر من السلبيات، فهذا يعني أنه هو إنسان يكون مميز، وإن شاء الله تكتب له بما يملك من ميزات وصفات أن يستغلها بشكل اللي يوصله إلى النجاح المهني الدراسي الاجتماعي، لأنه إنسان مفتوحة أمامه هذه الأبواب كلها. بالنسبة إلى الخارطة الفلكية أكمل، الشمس في برج الجوزاء الهوائي ورح تبقى ماكثة بي مدة شهر كامل، كوكب عطارد أيضا في برج الجوزاء الهوائي، كوكب الزهرة موجود في برج الحمل الناري، كوكب المريخ عاد إلى حركته الطبيعية البارحة وهو متقدم في برج الميزان، وإحنا دا نسعى إلى هذا التقدم حتى ساعة قبل يطلع من برج الميزان ويخلصنا من هالتشنج الفلكي الحاصل، على الرغم من أنه لو غادر إلى برج العقرب هناك أبراج راح تتضرر، لكن أحسن من التشنج الفلكي لأنه ما راح يبقى مدة طويلة مثل ما بقى في برج الميزان. بالنسبة إلى كوكب المشتري في برج السرطان، كوكب زحل متراجع في برج العقرب، كوكب أورانوس في برج الحمل، نبتون في برج الحوت، وبلوتو بحال التراجع في برج الجدي، والقمر رفيق الأرض موجود في برج الدلو الهوائي. أحبائي، مغادرة الشمس هذا اليوم ودخولها إلى برج الجوزاء ما خلت تشنج فلكي يحدث بين القمر والشمس، يعني لأنه منا هي غادرت، منا هو دخل إلى برج الدلو، رح يبقى يمكث إلى غاية يوم 21 بالشهر، فالأبراج المستفيدة من ذلك هي المثلث الهوائي اللي هم مولود برج الجوزاء، مولود برج الدلو، ومولود برج الميزان، إضافة إلى مولود برج القوس. بالنسبة إلى الأبراج الغير مستفيدة من هذا التواجد القمري لغاية يوم مساء يوم 21 هي مواليد برج الثور، الأسد، العقرب، والسرطان، الحوت لأنه القمر موجود في برج اللي يسبقهم. هذه بالنسبة للوضع الفلكي العام اللي نتمنى أنه تتابعوا، وإن شاء الله بكرة نتكلم عن المحاور، لأنه أتصور الوقت بعد ما يبقى يسعفني فقرتي يعني راح تنتهي، فيا دوب أجاوب على الأخوات المتصلات، فإن شاء الله بكرة نتكلم عن المحاور اللي نخليها في بالنا واللي نخليها أمامنا واللي نخليلها الأولوية في تحركنا نتيجة إلى هذه الخارطة الفلكية حتى نمشي أمورنا بنجاح. أحياناً الإنسان يفكر في موضوع المهنة وهو المفروض عليه يهتم بالجانب الصحي قبل،
إنسان يمكن يهتم بالنجاح الدراسي وما يهتم بالنجاح الأسري، إنسان يمكن يدور ارتباط لكن إن هناك أمور تكون قبل الارتباط، فهناك أولويات. حينما قال اترك المهم لأجل الأهم، هذه حكمة كلش عظيمة المفروض نحطها في بالنا، لأنه هناك أهمية في حياتنا، أشياء أكثر أهمية تولي أنه نهتم بها قبل ما نهتم بالشيء المهم. فهذه الفترة هناك أهم في كل الأبراج. إن شاء الله بكرة ألقي الضوء على هذا الموضوع لأجل كل من يتابعني يعرف أو يأخذ نصيحة في كيف يوجه طريقة مهنياً، اجتماعياً، دراسياً، صحياً. هذه كلها إن شاء الله راح نعرفها بكرة. ما يتوقف وما علي الآن أن أجيب عن الأخوات المتصلات. الأخت أزهار من أربيل، مواليد 19/9 ومواليد 1/7. حبيبتي أنت مولودة برج العذراء وهو مولود برج السرطان. المفروض حسب ما يقولون التوافق العام اللي أنا يعني أرى أنه مثل ما يكون هو فتشي عام، لكن كل ما ندخل ونتعمق في الرقم، في المواصفات، في العشرية نقدر نحكم التوافق. بنتي الحبيبة، الإنسان في حياته يمر بتجارب، هو حالياً المفروض تعذري لأنه إحنا بشر. مولود 1/7 يعني مواليد برج الحمل، السرطان، الميزان، الجدي، لا تحاسبوهم على تصرفاتهم اللي يتصرفوها لأنه واقعين تحت تأثير قوي 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 كوكبي قوي. يعني هاي الفترة إحنا دا ننتظر بفارغ الصبر حلول شهر 8/7 و8 حتى يغادر المشتري إلى برج الأسد ويغادر المريخ إلى برج العقرب، على الرغم من أنه رح يعني تحدث فد أمور بس يخف منها التشنج الفلكي لأنه هذه الأبراج تأذت بشكل مطبيعي. أنت تعلمين حينما يكون الإنسان مغيب متأثر بأمور غير قادر على اتخاذ القرار، مضغوط. حبيبتي هذه المشاكل راح تنتهي إن شاء الله إذا طولتي بالك، حتى إذا اتخذ قرار ارتجالي وسريع فالنتيجة راح تكون بصالحك. اللي يحاول أنه يذهب إلى الغير سيعود إلى عشه. الطير إذا طار وحلق وسافر من بلد إلى بلد نتيجة للظروف فلا بد أن يعود إلى عشه. كوني أكثر صبرا، الطير سيعود إلى عشه. لا تخلين في بالك، بس أنت حاولي أنه تتخذين سياسة الدبلوماسية، سياسة أنه في لحظة الإنسان أو المرأة بالذات يجب أن تكون خاضعة لحكمة معينة، وإذا كنت خاضعة وطائعة لأمور الحياة الزوجية ولأمر الرب سبحانه وتعالى قبل كل شيء فالنتيجة تكون بصالحك، لأنه مهما غادر الطير العش فسيعود إليه. صدقيني، كوني قوية، كوني شجاعة، كوني كالحديد وكالجبل أمام الريح. صدقيني الريح تعدي ويبقى الجبل واقف. لا تكترثين للكلام، لا تكترثين للتأثيرات. يمكن أنت الأهل يتكلمون كلام، الزوج يتكلم كلام، الناس تتكلم كلام، لا تخلين هذه التأثيرات تأثر عليك. كوني أكثر صبر، هو ترى مغيب خاضع لتأثيرات قوية، مدى يقدر يتخذ قرار. إن شاء الله الفترة الحالية لو صبرتي يمكن مدة شهر إلى شهر ونص رح يرجع إلى صوابه ورح يعرف أنه هذا الشيء حق ورح يتم رجوعه إن شاء الله إليك. كوني أكثر صبر، أنت تقاتلين لأجل أن يكون بيتك باقي، ولهالأشياء الإنسان يحافظ
على بيته، على عمله، على أولاده، على أموره. كوني شجاعة وقوية وكوني كالجبل. سبحان الله حين ما يسمح بالتجربة ينطي القوة. أطلبي من الله القوة، وإن شاء الله أنا واثقة راح تخابريني وتقولي لي بإذن الله رجع. بالنسبة إلى سهام من بغداد 19/5 تطلب مواصفات برجها وأرقام حظها. حاضر حبيبتي، هسه أحسب لك إياها. 1986 19/5 10/10/10. حبيبتي رقمك التكويني 2، خوش رقم حلو. رقمك التكويني 2 يعني قمر، يا قمر سهام يعني فشي حلو. ورقمك الآخر 1/5، 2 و1/5 كلش خوش أرقام، كلش خوش أرقام. هذه ايش تنطيج؟ تنطيج أولا مواصفات أنه أنت إنسانة تابعة لتأثيرات في داخلك، طيبة القلب، طيبة القلب، كريمة النفس، نشيطة، حبوبة، الناس كلها تحبك، قادرة على التفكير. وسبحان الله بهذا اليوم اللي يعني انولدتي به انطاج فد ميزة قدرة التفكير والذكاء والنشاط، الحب الناس، وأنت كذلك الناس تحبك. إضافة إلى ذلك رقم 1 هو الرقم الشمس اللي هو يعتبر العزة والاعتداد بالنفس. لكن هناك شيء آخر، شوية أكو تقلب بالطباع وشوية أكو تمسك بالرأي. يعني موضوع من تقولين عليه لا ماكو قوة تقول إيه قدامك. في بعض الأحيان التمسك بالرأي يكون إيجابي، حين ما أصر على مبدأ صح، حين ما أكون أريد شيء خير للآخرين، حين ما أقاتل لأجل حقي في الحياة وحق أحبائي في الحياة. هذه حلوة أنه الإنسان يتمسك برأيه، لكن حاولي قدر الإمكان أنه تستفيدين من المواهب اللي سبحان الله ألهمك بها والصفات الحلوة، وإن شاء الله راح تكونين موفقة. وهالفترة إذا كنتي موظفة ركزي على أمور المهنة، ركزي على أمور المهنة، أكو مبلغ من المال سيصلك. إسراء من بغداد حبيبتي، أولا أقول لك أحمد الرب على سلامتك، وإن شاء الله الصحة والعافية بنتي الحبيبة. الله يبعد عنك السوء والمرض. أنت شجاعة لأنه دخلتي عملية وطلعتي من عندها، والحمد لله والشكر سبحان الله أنطاك الصحة. حبيبتي أنت مولودة برج الجوزاء، وهذه الفترة هنيت بيها في بداية الحلقة مواليد برج الجوزاء، وأتمنى لك سنة فلكية مباركة. بنتي الحبيبة فترة الحالية تقول إنها جيدة للارتباط، وهناك فترة كلش أحلى للارتباط إن شاء الله راح تكون أيضا مع شهر يعني منتصف شهر 7 حينما تكون الزهرة في برجك راح تحرك أمور كثيرة. وعندك أيضا شهر 12 راح يكون فترة كلش إيجابية بالنسبة إليك، وكذلك شهر 10. فهذه السنة لن تفوت إذا ما كان عندك كارتباط. الشيء اللي نبهتك عليه ودائما أنبهك عليه بنتي، انتبهي من موضوع الحسد، لأن عندك رقم 6 متكرر، رقم 6 متكرر. حاولي دائما تذكرين الأذكار، اذكري الرب، وإن شاء الله سبحان الله مثل ما خلاش تتجاوزين هالمرحلة الصعبة، إن شاء الله رح ينطيك شريك الحياة الملائم، وإن شاء الله تخابريني وتبشريني وتقولي لي هذا الكلام. وقت فقرتي انتهى. شاكرة لكم ولمتابعتكم جميعا، أتمنى لكم جميعا نهار هادئ وقضاء وقت ممتع إن شاء الله. تحياتي لكم، حياكم الله. أنقل الجو للزميلة منال.
شكرا لك جنان ولكل الزملاء، شكرا ايضا لكل الكادر خلف الكواليس وايضا بالكنترول، ولكم ايضا للمجتمع اينما تكونوا داخل العراق وحتى خارج العراق. منال المعتصم تقول لكم الى لقاء اخر ان شاء الله. باي باي.